طيب هل طيب حلو. تم البث ان شاء الله، طلعنا على اليوتيوب. طب حي الله كل من انضم معنا على جوجل ميت، وايضا حي الله كل من انضم معنا على اليوتيوب. مهم جدا جدا يا ساده يا كرام انه تضموا معكم شركائكم. اليوم السهره كثير مهمه، فيها يعني امر بدنا ان شاء الله تعالى نسلط الضوء عليه، كثير مهم. تمام، حضروا القهوه الدكسينيه اليوم، الكوب مو ما مرسوم عليه الدي اكس ان هذاك، هلا ما طلع بإذن نجيبه اليوم. طيب الاخوه كمان اللي موجودين معنا على اليوتيوب شاركوا رابط البث، اليوم كلام مهم جدا ان شاء الله تعالى. خليني كمان نعمل موجودين معنا على اليوتيوب. حياكم الله جميعا. كمان رح اعطيكم رابط اليوتيوب. خلينا ننزل هون عنا على طيب حلو يا كريم، تحياتنا للجميع مجددا، وطلعنا على اليوتيوب كمان ايضا بالبث المباشر. شاركوا الرابط تبع اليوتيوب ان شاء الله حتى يستفاد اليوم معنا اكبر عدد ممكن من شركائكم. حياكم الله يا شركاء ويا شركات النجاح، كيف حالكم اول شيء؟ ان شاء الله الامور كلها تمام. بدي حقيقة ابدا بالتهاني لفريقنا العالمي صحة ومال، لكل الفرق اللي أنجزت ما شاء الله الشهر الماضي إنجازات عظيمة. بدي بارك للأستاذة حفيظة وصولها لرتبة النجم الماسي اليوم. الله يجزيه الخير، راعي فريقها الأستاذ أحمد خميس، عمل لها فيديو تكريم. وأيضا بدي بارك للأستاذ المبدع أبو زيد الجفري من المغرب، أيضا وصل إي إس دي نجم ماسي تنفيذي. وبدي بارك أيضا لكل الوكلاء النجوم اللي صعدوا في فريقنا، وبدي بارك ايضا لكل النجوم الجدد اللي صعدوا بكل الفرق الاخرى. يعني امبارح كانت ما شاء الله ليله حقيقه فيها تميز، وفيها طاقه، وفيها ايجابيه، وفيها انجازات كبيره كثير كثير مع نهايه الشهر الماضي. هذا بدايه بدي بارك يعني للجميع. يا ربي نراكم جميعا سفراء ان شاء الله تعالى معا نحو السفاره. تمام، هذا بدايه. رقم اثنين يا سادة يا كرام، بدي اليوم احكي معكم بموضوع مهم جدا. الاستاذ عمران يقول اليوم الشرح على شو؟ تمام، الصوت فتحنا الصوت. بالنسبة لليوم في عنا اول جزئية بدنا نسلط عليها الضوء كثير مهمة، هي الاسعار. تمام، الاسعار اكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم بهذا العنوان. اخترت اليوم الاسعار، مهم جدا اليوم بالنسبة ل يعني التحديثات اللي حصلت. وبدي من حضراتكم كل مين معنا يظبط مكان جلسته، يفتح كمان الكاميرا حتى نشوف حضراتكم جميعا. اللي قادر يفتح الكاميرا طبعا، السيدات ما لهم مجبرات، ولكن الرجال يعني كلها تكون ظبطوا اماكن جلساتكم. تمام، افتحوا الكاميرات حتى كمان نشوفكم يا سادة يا كرام.
وأيضا الأولوية بأنه نفتح المايكات للي عندهم شو للي عندهم كاميرات، الأولوية تمام، الأولوية. اليوم بدي أبدأ أنا هلا مع حضراتكم، بس بدي منكم تشاركوا رابط الميتينج هذا ورابط اليوتيوب مع كل شركائكم حتى الجميع يستفاد، تمام. طب خليني أبدأ، ما بدنا نطول. على كل الأحوال اللي دخلوا معنا يعني منحييهم، واللي ما دخلوا معنا بإمكانهم يلحقونا وبإمكانهم يشوفوا بالتسجيل المسجل. طيب يا سادة يا كرام، بالنسبة للأسعار في تركيا، بالنسبة للأسعار في تركيا مثل ما شفتوا حضراتكم جميعا اليوم صار في زيادة، تمام كلياتكم أكيد. خليني بظبط الشاشة عندي، يمكن كلياتكم تمام، كلياتكم اليوم يا سادة يا كرام تابعتوا ارتفاع الأسعار في تركيا. حقيقة أنا موجود على جروب اسمه نجوم ماسيين، طبعا حضراتكم مو جميعكم موجودين على الجروب معنا، الماسيين بفريقنا فقط اللي متمكنين يشوفوا الحوار اللي موجود على هذا الجروب. كان في آراء أنه ليش الرفع، وكان في آراء أنه نحن منقدر هذا الرفع، تمام. أنا بالنسبة لي بين هدول الرأيين، لا مع أنه فكرة الرفع بصراحة، ولا مع فكرة عدم الرفع. أنا مو مع فكرة الرفع، لأنه فعليا بنعرف أنه معظم الناس عنده ظروف صعبة، وخاصة أنه شغلنا نحن كعرب في تركيا كلياتنا يعني معظمنا مهاجرين، يعني عندنا إيجارات بيوت وكذا. لكن بالمقابل أيضا شايفين الوضع اللي موجود في تركيا بشكل عام، يعني تخيلوا أنه الصرف وصل 21، يعني كنا عم نحكي ب 18 زيادة 3 ليرات على سعر الصرف. فأنتوا بتعرفوا أنه منتجات دي اكس ام مستوردة، هذا اولا. في رفع لبعض المنتجات بقيمه من 20 ل 30%، اوكي، بس في رفع كان 100% تقريبا للمكملات الغذائيه، هذا كثير مهم. طبعا اليوم اللي بدي اقوله لحضراتكم جميعا مو شيء مبني على معلومات، ولكن شيء مبني على تحليلات، صح. بعض الاخوات اللي موجودين معنا بالشركه بيعتقدوا انه مساله اداره الانتاج ومساله اداره الشركه شيء هين سهل، بإمكاننا نحن نحافظ مثلا على يعني وتيرة واحدة من العمل. هذا الحكي حقيقة اللي شاغل إدارة بيعرف شو عم بحكي تماما. إذا في حدا موجود معي الآن له علاقة بالإدارة، عامل أي يعني عمل إداري سابقا بمجال التجاري، هذا اللي حيعرف أنه الإدارة مش هي أبدا أنك أنت تحافظ على يعني قيمة منتجاتك حول العالم بقيمة ثابتة، شيء صعب جدا جدا، لأنه في عملية إنتاج في لها تكاليف، في عملية استزراع في لها تكاليف، هي هدول التكاليف يتطوروا، مرة بيكونوا يعني أو خليني أقول مرة بيتأثروا بعوامل اقتصادية، مرة بعوامل مناخية، مرة بعوامل يعني كثيرة. فحقيقة من هذا الباب نظرنا اليوم لقينا أنه دي اكس ال رفعت المكملات الغذائية تقريبا 100%، بينما أنه ما رفعت القهاوي، ما رفعت العصائر، ما رفعت معجون الأسنان، ما رفعت يعني منتجات العناية الشخصية بهي القيمة، لأنه فعليا الشركة مو قصدها الرفع بقدر ما قصدها المحافظة على إمكانية الإنتاج والاستمرار بالإنتاج. الرفع اللي يتم على المنتجات كلها مثل ما حكينا 20 ل 30%، هذا منطقي جدا لانه اساسا الدولار ارتفع بهي القيمه تقريبا يعني خلال الاشهر السابقه، يعني احنا حكينا تقريبا من 4 اشهر الى الان، من ال 17 ل 18 19 20 اليوم 21، غالبا الشركه تتحوط شوي لانه الدولار غير مستقر، قد يصل 25 كمان، طبعا الله يقدر. فاللي بدنا ننتبه له كلياتنا جميعا يا ساده انه اي عمل تجاري قائم عالمي بيواجهه تحديات، من تحدياته موضوع المحافظة على الأسعار، لأنه في شيء اسمه إنتاج وعوامل أخرى العلاقة بالشحن اقتصاد البلدان. هلا بدي قبل ما يعني أكمل حديثي، حدا عنده سؤال بالنسبة اللي قلته أنا، أو حدا مثلا عنده تعليق؟ الله يبارك فيكم أستاذ محمد أبو عبد العزيز الدين، بحييك يا غالي. أستاذ ضحى بحييك، الله يبارك فيك. حدا عنده تعليق على الشيء اللي أنا قلته؟ في حدا عنده مداخلة؟ بتحبوا نفتح مايك؟ بس أنا ليش مسكر المايكات إلزامي؟ بس مشان ما يصير ضجيج، مو أكثر من هيك. أما اللي بده مايك بس يعطيني إشارة على الشات بفتح مايك لحضراتكم. بما يخص هذا الموضوع، هلأ أنا بعد الموضوع يعني الحديث عن رفع الأسعار والمبرر تبعه حقيقة، رح أناقش مسألة شو هذا التحدي، كيف نواجهه، كيف أساسا نصنع من هذا يعني خليني أقول أنا من هذا التحدي نصنع فرصة، من هي المحنة نصنع منها لأنفسنا. النظر داخل دائما يعني العقبات هي في فرص، هلا حننظر لها سوية مع بعض ان شاء الله.
شاركونا يا سادة يا كرام، كمان الموجودين معنا على اليوتيوب حييكم جميعا، مساء النور على الجميع، الله يعافي قلبكم يا رب. تحياتي أستاذة إيمان، تحياتي لكل من انضم معي على اليوتيوب. حقيقة أنا فخور أني جزء منكم، وفخور أني يعني أقدم لحضراتكم دائما معلومات إن شاء الله تعالى تكون مفيدة لحضراتكم جميعا. فلذلك اهتموا دائما بأنه تجيبوا معكم شركائكم، اهتموا دائما بأنه تكونوا فعلا أنتم أول الحاضرين بهي اللقاءات من البداية، من بدايتها. تمام يا سادة؟ طيب أبو عمران، ما بعرف وين صار أبو عمران، الله يسعد مساكم جميعا. بالنسبة للأسعار يعني خليني اكمل تفضل. نور الغالي حبيب قلبي، بس اهتم لي بمساله دخيل عينك القبول من بعد امرك، الله يبارك فيك. من عيوني طيب استاذ نادر، ان تكرم شاء الله عينك. تستنى يا حبيبي، لا تاكلها، انا سكرت الكاميرا لانه يعني عم باخذ غرض من العائله. طيب فيا ساده يا كرام، استاذ نادر، مشكله ارتفاع الاسعار ما له علاقه بالدولار، المشكله اكثر بالاكثر مبيع. هلا ان شاء الله حنحكي يا ساده يا كرام، بس بدي ارجع مطرح ما كنت انا عم بقول، انه احضروا لقاءاتي من بدايتها حتى نناقش مع حضراتكم كل شيء وما تكونوا غايبين، هذا اولا. ثانيا شركائكم مهمين جدا جدا بهي الجلسات. ثالثا شكرا للقلوب الحلوه. ثالثا شاركوا دائما رابط البث. طيب يا ساده يا كرام، بالنسبة ل يعني مسألة الرفع، مو كل المنتجات ارتفعت بقيمة واحدة، المنتجات أكثر من 80% ارتفعت حسب سعر الصرف تقريبا، يعني حسب سعر الصرف وبالإضافة لتحوط بسيط من الشركة من 20 ل 30%، ولكن المكملات الغذائية يبدو في قيمة يعني مضافة بالنسبة لإنتاجها. تمام، أو خليني أقول أنا في زيادة على النفقة على الإنتاج. استاذ ضحى عم تقول اليوم كان في محادثات كثيره حول ان الموضوع، بس هون بتركيا واتهامات كبيره بانه نحن عم نسرق. حلو حلو، احكوا لنا الاشياء بصراحه حتى نحن نعالجها بمنطقيه، لانه انه الاستاذ ضحى كاتب انه كانه نحن يعني عم نسرق قوت الفقير. لا، هو عرض وطلب اولا واخيرا. تمام، منتج حاله مثل حاله حال يعني حاله حال اي منتج بالسوق، هو عرض وطلب، ما هو خبز. تمام، ما هو لقمه العباد يعني، وطبعا الخبز حتى ارتفع. هي القيمة ليش ما كانت قبل؟ بالنسبة لشو أخي عبد الرزاق اللي عنده يعني حابب ياخد مايك بفتح مايك أنا. تمام، اللي بده يوضح أكثر لا هون عم يقول هي القيمة ليش ما كانت قبل. بدك مايك بعطيك مايك، مين بده مايك بس يعطيني إشارة. إيه تمام، حاضر، يلا حأعطيك مايك يا غالي. طيب سامحني مستر نور، أعطيه مايك لأخ عمران، تعرف ولا انا اعطي؟ لا بعرف، بس ثواني شوي خليني افوت على القائمه واعطيه. اي اعطيه مايك والله. حي الله ابو حسين الغالي، يا هلا يا هلا، بس يرفع ايده، يرفع ايده هند عشان اعرف دغري مباشره وين هو. لا هلا عم يرفع ايده من الشاشه، هو شوف اسمه مذكور، اسمه الاخ عمران الرعد، بتلاقيه بالاسماء. ثواني انا رح اعطيه من عندي معناته. هاي عمران، عمران تفضل، هي المايك معك، افتح مايك، افتح مايك من عندك انت، افتح مايك من عندك. طب ثواني لا اجرب من الهاتف، لا ما كانت. هاي تشغيل. طب تفضل افتح مايك اخي عمران، تفضل افتح مايك. ايوه تمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله عليكم السلام، مساءكم، حياك الله أستاذ نادر، يا اهلا الله وسهلا، يحفظكم حياكم جميعا، حياكم، تحياتي. بشكركم كثير كثير على اللقاء الشيق، بشكرك كثير كثير على محاضراتك المتكررة، ما شاء الله الله عليك، يبارك فيك، والله تسلم لك جزيل الشكر أستاذ نادر، على الله راسي يحفظك يا رب. حبيبي هلا الله يبارك. بخصوص زيادة الأسعار اللي انطرحت اليوم على الأراضي التركية،
صار سين وجيم واخذوا عطاء من القاده ومن الاعضاء، فشو الحلول؟ شو الحلول؟ ما في حلول. يعني كل شيء مقيم على الاراضي التركيه بيعرف شو زياده الاسعار، فنيجي للواقع ما في زياده اسعار بشكل هائل جدا، لا ما في. الامر بسيط جدا، مثل ما اجارات البيوت ارتفعت، المازوت ارتفع، الدخان ارتفع، الخبز ارتفع، فشو المكملات الغذائيه وشو منتجات ديكسين؟ مجبره انها ترتفع مثل السوق عم نسوق. ما في شيء انه جديد. هذا كلياتنا، كل اعضاء دي اكسل الموجودين على الارض التركيه كانوا متوقعين يعني يكون اسعار اكثر من هيك، هن عارفين هذا الشيء. فاللي خارج تركيا مثل الموجود بالشمال السوري او بالداخل السوري او بدول متعدده، هن اللي صاروا يعني يتكرروا بهذا الكلام انه ارتفعت المنتجات، ارتفعت المنتجات. شو الاسباب؟ انا بقول لك شو الاسباب استاذ نادر، انا بقول لك شو الاسباب. اللي انا فاتح نقطه بيع سواء بلبنان كنت اخذ اسعار رخيصه وسوق بلبنان باسعار غاليه، فاتح نقطه بيع بمصر باسعار رخيصه اخذ من تركيا واشحن لمصر، والجزائر كذلك الامر. هاي الناس اللي صارت تعاني من غلاء الاسعار. اما العضو الوكيل النجم او اللي ما عنده اي رتبه كانت، او النجم الماسي او النجم الياقوتي، ما راح يعاني، ما راح يعاني نهائيا، لان الاس دي في اللي عنده راح يرتفع. هاي اول شغله حطتها السيستم التركي حط له اياها. فما في ما بهي الامور ما تاخذوا فيها نهائيا، خلص ارتفعت الاسعار مثل السوق بدنا نسوق، ما راح نحسن نتوقف. مشروعنا مستمرين فيه صار له 30 سنه، يعني ارتفعت الاسعار اشياء بسيطه، والله اشياء بسيطه. اليوم الراتب 8000، ايه تمام، خلي يكون لل 100 نقطه نحن اللي بدنا نفعلها سواء وكلاء، اي رتبه كانت، خلينا نحط 2000، ما عندنا مشكله. فما بدها يعني نطول وناخذ نجيب، ما راح يطلع بايدينا شيء، ونحن عايشينه عايشينه عايشينه. يعني ربطة الخبز سابقا ناخذها باليرتين، اليوم بثمانية، فليش ما حكينا على الخبز استاذ نادر؟ حصرا على المكملات، حصرا على الشيء. لتر المازوت او البنزين كان بتركيا ب 10 ليرة، اليوم ب 23، ليش ما اجينا حكينا على البنزين؟ لان ما في تهريب لخارج البلد. هذا هو اللي ضر بالخصوص السوق السوداء. والله مستر لين ما قصر بهذه الحركة، والله هذا عين العقل. صارت يعني المنافسة بيننا وبين سيستم شرق أوسط، يعني أسعارنا قاربت لسيستم شرق أوسط. يعني أنا أنقل لأي دولة بدول شرق أوسط فما راح استفيد شيء، راح أطلع بالمولد بلا حمص. هذا هو المزبوط، هذا هو المزبوط. هلق لا ضل رجلين ولا ضل ايدين، منتجاتنا راح بكل الافرع تكون متوفره بكثافه كثير كبيره، ما راح يكون عندنا اي نقوصات ثانيه. هاي ركزوا عليها دائما. اللي فاتح نقطه بيع بمصر او بالجزائر او في لبنان او في سوريا عم ياخذ كميات هائله، بتجي الاعضاء لتطلب منتجات ما بتلاقي، بصير كثافه اخر 3 ايام على الافرع بتركيا. اعضاء تركيا ما بيحسنوا يلحقوا نقاطهم، لا بيحسنوا يلحقوا منتجاتهم، كمان هذا سبب. ولاحظوا ان النقطة الأساسية لبنان بتستورد من تركيا، سوريا بتستورد من تركيا، مصر بتستورد من تركيا، الجزائر بيستورد من تركيا، كل هاي الدول الخمسة صار كثافة مشتريات كبيرة، صارت مشتريات كبيرة من منتجات دي اكسل، فمجبرين انه يرفعوا الأسعار. واليوم تركيا باشرت ان عمولاتها العمولة اللي عندها تنزل والدولار عم يرتفع، فما في شيء جديد. الله يجزيكم الخير يا رب. الله يعطيك العافية أخي عمران، الله يبارك بالجميع. ترى المايكات مع الجميع، اللي بيحب يفتح مايك يشاركنا اليوم بحوارنا. ما رأيك برفع الأسعار؟ أبو حسين الغالي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم حبيبي السلام، الأستاذ، كيفك؟ سعدي مساك، تحياتي، أهلا وسهلا ومساك بالقائد المبدع المميز ما شاء الله حولك. مبارك مبارك نمو فريقك، مبارك اقترابك من الياقوتية، أليس كذلك؟ بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى الشهر القادم بإذن الله، إن شاء الله يا رب. هيك وعد صح، الشباب إن شاء الله تعالى. ما شاء الله، الله يفتح عليكم. شو رأيك أبو حسين بالرفع الجديد؟ شو أسبابه برأيك؟ والله يا استاذ نادر، شوف على مثل ما تفضل الاخ عمران وحكى، يعني اليوم سبحان الله نفس الكلام كنت عم احكيه مع شخص هو قائد يعني بدي اكس ان، نجم ماسي، عم يحكي لي انه غلاء الاسعار ما شاء الله، يعني هو نجم ماسي وعم يحكي لي على غلاء الاسعار. نفس الكلام اللي حكاه الاستاذ عمران، هلا حكيت لي قولا واحدا استاذ نادر، نحن عم نشوف بعيوننا السوق السوداء اللي صارت على الدول العربيه مثل ما تفضل الاخ عمران، وبالاضافه للمغرب. يعني انا شفت شخص 40 علبة كورديسيبس على المغرب بعته، فهذا الشيء يعني يأثر علينا حقيقة، يعني نحن عم يأثر علينا كأعضاء موجودين في تركيا، يعني عم نصل آخر شيء ما عم نلاقي منتجات بسبب إنه السوق السوداء عم تصير. هذا الشيء يعني اليوم نحن اللي باني بناء حقيقي، اللي باني بفريق بناء حقيقي، ما راح يتأثر أكيد بالغلاء اللي صار بتركيا.
اما اللي معتمد على بيع المنتجات فقط لا غير، هذا طبعا هلا بده يولول وبده اي وما يلاقي مثل ما بيقولوها بالعاميه. الاستاذ نور الضحاك. فهي المشكله اخي الكريم. اما اللي باني بناء فريق حقيقي فعلا ما راح يتاثر نهائيا ابدا، لانه اخي اليوم كل شيء ما تفضل الاخ عمران وحكى كل شيء ارتفع بتركيا، يعني ربطه الخبز كان دولارتين صار ب 8، ما حكينا شيء يعني. والمعاش عدم مؤاخذه استاذ نادر، يعني من السنه الماضيه على اساس من وقت الزلزال كانت شركه دي اكس ام لترفع المنتجات، صح؟ كانت ترفع مثل ما غليت المعاشات بتركيا لازم المنتجات ترتفع، ولكن بسبب الزلزال اللي صار بتركيا فالشركه ترأفا بالشعب التركي وترأفا بالسوريين الموجودين بتركيا ما غلت المنتجات. فشيء امر طبيعي جدا جدا، انا برايي طبيعي جدا جدا هذا الامر، وبدنا نمشي معه يعني حصار. يعني اليوم شوفوا اخوان الكرام، انا اسف للاطاله ولكن بدي احكي موضوع جدا مهم. اليوم بلبنان سعر المنتجات ال 100 نقطه ما يقارب 80 دولار، بسوريا كذلك الامر، بتركيا كان 40 دولار 50 دولار. فاليوم صار في مساواه، يعني الاستاذ محمود المصري بالزمانات من شيء تقريبا 7 8 شهور طلع بلقاء زوم وقال، قال على الزوم انا يا جماعه ما بسامح اي شخص بيبعت منتجات من تركيا الى سوريا، هذا لانه حقه الزلمه. فهذا الضرر عم يصير بكل الدول اللي عم يصير فيها، خصوصا اللي فيها وكالات، يعني اليوم الاشراك بالله وضرر الناس واحد، صح؟ نعم. نحن اخي شخص بيتواصل معنا من اي دوله فيها وكاله للشركه او فيها منتجات للشركه، اخي هي عضويتي اشتري من خلاله، مثلا اذا حبيت من الدوله اللي انت مقيم فيها، سجلت انا معي عضو بهذا العمل، اعطيته رقم عضويته، قلت له هي رقم الوكاله بالدوله اللي انت مقيم فيها، تواصل معنا خذ منتجاتك من الوكاله بالدوله اللي انت موجود فيها، صح؟ نعم. الله يعطيكم العافيه استاذنا الحبيب، انا هي مداخلتي. الله يعافي قلبك حسين الغالي المميز شريكنا الرائع. طيب يا جماعة الخير، بما أنه اليوم الحوار مفتوح، أنا يعني إجت هي سبحان الله مناسبة صدفة، أنا كنت اليوم جهز تدريب آخر ولكن فعليا ما زال اليوم صدرت الأسعار الجديدة، لنشوف آرائكم، نشوف إذا كان حدا حتى عنده اعتراض نستطيع أنه نعالج المسألة بشفافية على العام، يعني تمام، عشان ما تضل أساسا في يعني طريقة تفكير ممكن تكون خاطئة للأسف الشديد ممكن تؤدي لتوقف البعض. يعني هذا أنا أساسا لما بصير في تغيرات، أي تغير مثلا رفع سعر أو تغيير بالنظام أو مثلا نظام جديد أو أي شيء، فدائما نفكر بمين نفكر، اللي بيفكر لحاله، يعني اللي بيقعد بيفكر لحاله، أنا بدي إياك تفكر معي، تعال لنحكي، عرفت؟ لأنه في يعني سبحان الله وفوق كل ذي علم عليم، الآن مثلا عضو جديد موجود معنا ما له شايف اللي شايفينه نحن حقيقة، صح؟ يعني من منين اللي احنا عم ننظر من يعني مكان اخر، من تجربه 4 سنوات، من تجربه تجاريه اساسا سابقه، فممكن يكون حدا متحمس جديد، يعني ما يقول لك اخي انا والله فايت على هذا الاساس غيره السعر، ما عم بدي، يعني مثل اللي فوت على السمام غير السعر السمام بيقول له ما عم بدي، بس بيطلع لعند من عند السمام بيروح على السمام اللي بعده بيلاقي السعر عنده كمان متغير. فبيقول لك اخ والله ظلمناه لابو احمد السماعة، الله ظلمناها، الزلمة قالنا والله انه في رفع اليوم، تمام؟ على كل الاحوال المايكات مع الجميع، شو تعليقكم على رفع الاسعار وغلاء الاسعار في تركيا؟ هلا مثل الاستاذ علي قال، بالنسبة للاستاذ نور وجه لي يعني كلام بما انه انا بشتغل بالبيع وكذا، لقيتك عم تضحك الاستاذ نور والله بدي اضحك، هذا راعي السوق السوداء، ما ابو حسين راعي السوق السوداء. لا لا اسمع، رح اقول لك ليش، شو السبب؟ لانه اليوم انا عدم المؤاخذه وقت ارتفعت الاسعار وانا عندي المنتجات موجوده الحمد لله رب العالمين، تم رفع النقاط كلياتهم بوحي 30 الشهر الحمد لله رب العالمين. والله اجاني طلبيات كثافه من سوريا واجاني طلبيات كثافه من تركيا الحمد لله رب العالمين، وهذا شيء بيساعد الفرق، يعني بتركيا هن مقيمين بيجوا زيارات بيرجعوا على سوريا، يعني عرفت كيف؟ فالحمد لله رب العالمين اللي قدرنا نغطي هاي الكميه، يعني حتى انا منتجاتي اللي طلبتها من الفرق لحد الان ما وصلتني، شوف الى يومين وثلاثه انا طالب منتجات من الفرق، طلبت كميه كبيره الحمد لله رب العالمين، لما صار عندنا علم بهذا الشيء انه بدها ترتفع الاسعار، واليوم عم بيجيني واحد شخص عم بيقول لي شو رايك تبيعني على السعر القديم؟ قلت له لا حبيبي، ليش انت ابيعك على السعر القديم؟ مثلك مثل الفرق، بدك تشتري اهلا وسهلا، نفس اسعار الشركه، ما عندي مشكله. وهذا الصح اللي عم بوجهه انا. السلام الله يعطيك العافيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بس في
سيدة يمكن ضحى، انا ما عم يطلع التعليق عندي شفاف، عم تقول انه شلون بدها تقنع اعضاء الفريق تبعها بغلاء المنتجات. انا هيك اني فهمت الكلمات. ممتاز. شو اختي الكريمه، شوف اختي الكريمه، انا ما بعرف، هذا رايي، كل شخص هلا من القاده الموجودين عنده راي خاص فيه. اليوم اختي الكريمه انت يعني ابسط شيء ضربي لهم مثال على سوريا وعلى لبنان. اليوم المنتجات بسوريا وباللبنان ال 100 نقطه بما يقارب $80 مثل ما حكينا. قديش دخل الشخص العامل بتركيا او عفوا باللبنان او بسوريا؟ قديش الدخل تبعه؟ قارنيه بالدخل تبع الشاب اللي مقيم بتركيا، تمام؟ وعلى هذا الاساس انت قولي له. يعني ما اليوم اللي باللبنان عم يستهلكوا منتجاته، واللي بسوريا عم يستهلكوا المنتجات. هلا بغض النظر، مو كل الاشخاص عم ياخذوا من تركيا، كانوا مو كل الاشخاص، انا في بفريقي والله في اعضاء بسوريا بالريف الشمالي عم ياخذوا المنتجات تبعهم من سوريا، انا ما بعت لهم ولا قطعه منتج من عندي على عندهم ابدا، عم يشتروا على سيستم الشرق الاوسط. شو رايك؟ حتى باللبنان كذلك الامر. فاليوم انت بدك توضحي لهم هذا الموضوع اختي الكريمه، قولي لهم يعني الدخل الشهري للشخص العامل بسوريا ولا باللبنان اكيد اكيد بيعادل تقريبا ربع او نص الدخل الشهري للشخص اللي عم يشتغل بتركيا، صح؟ هذا الله يجزيكم الخير ابو حسين. طيب، ايضا مين الاخوه بده يشارك معنا؟ في معنا سؤال على اليوتيوب كمان، شو سبب غلاء الاسعار منتجات في تركيا؟ انا ذكرت ببدايه اللقاء على فكره، وهلا برجع بنوه كمان، ولا برجع بنوه، بس خليني اخذ كمان مداخلات. يا جماعه الخير كل الموجودين معي بدي السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا حياكم وسهلا. الله استاذ نادر استاذ علي، يا مرحبا حيا الله بالمميز، الجميع. حياكم الله، طبعا شريك ارتفاع المميز. حياكم الله استاذ نادر. ارتفاع المنتجات امر طبيعي، يعني اليوم حتى الرواتب بتركيا تقريبا كنا قبل 10% وحاليا راح تصير 10%، اذا لاحظتوا على الامر هذا 10% ما راح يتغير، يعني الشهر القادم راح يكون على ارتفاع بأصغر أجرات بتركيا، وكل شيء عم يغلى. يعني اليوم إذا عم نفوت على البيم، كل يوم المنتجات اللي بالبيم تختلف، كل يوم الأسعار عم تتغير، الماركتات وين من رحنا؟ فهذا أمر طبيعي، يعني اليوم الحمد لله كل شيء عم يغلى، وكل شيء يعني الحمد لله ماشيين عليه. يعني اليوم نحن بالشركة مثل ما ارتفع سعر المنتجات كمان ارتفعت السي في، فما راح تسبينا. يأثر على أي شيء بالنسبة لي. ممتاز، الله يجزيك الخير استاذ نزار الغالي، الله يبارك فيك، حياك الله، الله يبارك لنا فيك. طيب يا شباب، مين عنده مداخلة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والإكرام، يا أهلا وسهلا، حياك الله أخي أبو عمران، الله يبارك يا رب. هلا أخي أبو عمران، كل الناس اللي حكت قدامي كلامها صحيح واقعي 100%، ونحن هذا الحكي نحن كنا نحكيه كل غلاء أسعار بحكي لها فرنا، انه قارنوا الاسعار بالدولار مقارنه صحيحه، تمام. بس الشيء اللي لفت نظرنا اليوم اكثر من امر، الارتفاع ما له علاقه بالدولار، ارتفاع يعني ارتفع على الشيء اكثر مبيع. يعني اليوم اكثر شيء عم ينباع هو كورديسيبس، اي شيء كورديسيبس، اي شيء اسبرولينا، فليش ارتفع 100% و90% و110% بالمقابل كورديباين ما ارتفع؟ فهذا الشيء ما علاقه بالدولار، انت فاهم شلون؟ كمان نفس الشيء كمان في بعض المنتجات 9% 8% 20%، فيعني الارتفاع صفى على الاكثر مبيع. هاي شغله. الشغله الثانيه كمان، طب الاسعار بس ارتفعت ليش؟ باقي الحوافز، باقي الحوافز ما ارتفعت، باقي الحوافز. يا عبد الرزاق، سؤال اسمح لي، سؤال. تفضل. انت عم تقول انه ما ارتفعت المنتجات غير على المنتجات الاكثر مبيعا، اليس كذلك؟ هذا برأي شخصي أنا، تفضل. طب أنا بدي أسألك، لأن سؤال القهاوي أيضا مو أكثر مبيعا؟ إحنا نعرف. صحيح. طيب معناتها ليش معناتها المثل مو صحيح؟ أستاذ أبو عمران، خليني أكمل لك. هلا أكثر مبيعا والأعلى نقاطي. هلا في ناس جديدة حابة مثلا تدخل السيستم، يعني تفوت على السيستم تلاقي هذا النقاط، فيعني يعني من باب إنه تجرب المنتج ومن باب إنه تكمل المية. فلما تشتري علبتين قهوه وعلبه اسبرولينا ما بتكمل 100، اما مثلا تشتري علبه كورديسيبس وتشتري علبه فطريشي تمام كملت 100، فهمت علي كيف؟ فيعني الناس تلحق على خصوصي يعني بلبنان وشمال سوريا. الرفع اللي صار، انت بتعرف على اي منتجات اللي صار من 100%؟
الكورديسيبس والاسبرولينا والريشي. حتى الريشي قصدك سعرين، المكملات الغذائية؟ الريشي غير. المكملات نعم الغذائية، المكملات صحيح الغذائية. طب سؤال، صحيح. شو المنتجات اللي عم ياخذوها من تركيا تهريب لدول أخرى؟ المكملات الغذائية. بشكل عام، بشكل عام كله كله بشكل عام كله لا بشكل أصحاب لا عام لا لا، سؤال مدرب. أنا زلمة عاشرت الناس، أنا بدي أتدخل بهي النقطة. اسمع مني، تفضل معجون الأسنان تفضل. بيجي تقيل، الشامبو بيجي تقيل عشان الوزن، أما بالنسبة للمكملات الغذائية أغلبهم يحكوا معي عشان أشحن لهم تركيا وأنا أرفض. وينك أخي نور؟ أنت كلامك دقيق 100%. يا أخي عبد الرزاق، هذا الموضوع على فكرة أصغر حدا بسوق دي اكس ام بيعرفه، إنه السوق السوداء هو مكملات غذائية، سبيرولينا وفطر ريش وحكي منها. أما لأقول لك شغلة، صابونة ما بيبعثوا بيقول لك بدنا صابونة، مثلا كيس قهوة ما بياخذوا قهوة من هون، عرفت؟ منطقيا يعني، صح ولا لا؟ والله هذا هلا صحيح، بس مو 100% ابو عمران، صحيح بس مو 100%، صحيح 70% 60% بس مو 100%. عم يروح قهاوي، عم يروح حتى مورنزي، مورنزي والله على فكره حتى العصائر ما بتطلع لا بطيران ولا بتطلع شحن، والناس تاكل هم العصائر لانه بالمطارات ما بيدخلوها ولا بيفوتوها، حتى شو اسمه بالشحن العادي كمان بياكلوا هم عصير وحكي، هذا ما بيشحنوا. صدقا يا حبيب قلبي، انه اصغر واحد بالسوق بيعرف انه مكملات غذائيه حصرا اللي بتتهرب من تركيا. يعني وينك؟ استهدافهم لرفع المكملات الغذائيه بهذا الاسلوب مشان يسكروا سوق السوداء كليا. استاذ نادر حبيب قلبي، شوف انا في صديق كمان الحوافز كمان ما ارتفعت، رحله السفر، الهاتف النقال. هلا مقابل الدول، شو السؤال؟ اكيد 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 انا معه بنفس بكل الكلام استاذ نادر، النظام 100% الحوافز، اكيد الحوافز، الهاتف النقال، الرحله الدوليه تماما. بشكل عام انت لما بيرتفع عندك سعر اي منتج بدي اكس ان حيرتفع الاس بي، تمام؟ متى ما ارتفع الاس بي دايركت ارتفعت الارباح. ما سؤال على الاس بي، الاس بي ارتفع. هلا الاس بي، هلا في حركه حلوه اشتغلت الاداره، انه ارتفعت الاس بي وحتى ارتفعت القيمه الربحيه. هلا قبل كانت يعني قيمه القيمه الربحيه للتركيه يمكن 20 28 هيك شيء، مو هيك؟ تقريبا انا سمعت انه صارت ممكن حوالي 40، ما بعرف اذا الحكي صح ولا لا. يعني مو بس ارتفعت الاس بي، اللي ارتفعت كمان قيمتها لسه كمان. بس انا سؤالي مو على الاس بي، انا سؤالي على الحوافز، حافز التليفون، حافز الرحله الدوليه. ما دخلوا هذا اخي يا غالي يا عبد الرزاق، هذا ضمن الخطه التسويقيه ثابت، هذا ما بيتغير. يعني هذا له علاقه بال الارتفاع الماضي، ما ارتفع قصدك انت يرفعه مثلا قيمة الهاتف، يعني بدل ما يعطوا مثلا فرضا 4000 يعطوا 7000 مثلا، يعني تقريبا في 200 يعني شيء 200 دولار. هلا هذاك الرفع الماضي هن ما رفعوا فورا هدول الاشياء الا بعد كم يوم، بعد اسبوع بظن، ممكن يكون يعني بنشوف نحن الاستاذ نوري بهذا الموضوع. نتمنى ايه انه تقترحوا هالشغله هاي على الاداره كمان، ايه التماسين ان شاء الله. فهون بس اخي عبد الرزاق، خلينا بس ننتبه للاعتراض تبعك، هو مهم طبعا، انه مثلا ليش انا عندي المكملات اللي ارتفعت؟ هذا بدل على فكره، على يعني انا بالنسبه لي بقول لك بدل على نيه الشركه الصافيه، لانه هن لو كان قصدهم انه بدهم يربحوا وبيرفعوا كل شيء وكل والفاعلين بدي اكس ان انا مني وجر رح يشتروا المنتج ويستهلكوا، اليس كذلك؟ الفاعلين بقصد الفاعلين يعني العضو النشيط. ولكن دي اكس ان هي ما كان قصدها انه تيجي ترفع المنتجات تبعها بقصد الربح، كان عندها هدفين اثنين واضحين على فكره، واضحين للي بيكون فعلا يعني عم يدقق بالحركه. الهدف الاول هو رفعت كل المنتجات 20 30% لاجل فعلا التضخم اللي حاصل بتركيا، يعني انتم شايفين الصرف هلا 21 ليره وشوي 22 وبكره 24. هذا بيبين انه الشركه ما هدفها ربحي، هدفها هون توازن، عملت توازن. المكملات هدفها واضح، عم بدها تسكر السوق السوداء، خلص تعبت، فهمت علي شلون؟ يعني اتعبها. يعني انا على فكره بالمناسبه للامانه، وقت اللي دخلت لدي اكس ان، يمكن هذا الكلام اول مره بحكي على فكره، وقت دخلت لدي اكس ان صدقا وامانه، انه اول تقريبا شهرين بدخل للدي اكس ان صار بيناتنا علاقات مع يعني الموجودين بالوطن العربي، بتعرفوا العضو النشيط بالدي اكس ان بلش بيفتح علاقات، ففتت جروبات كثير وعملت علاقات. فتخيلوا انه ببدايه دخول الدي اكس ان كثير كان يجيني توصيه وطلبات على السبيرولينا فطر ريشي، تمام؟ وللامانه كمان مشان اكون صادق اكثر، رحت بعتت فطر ريشي،
رحت بعثت للخليج وبعثت وبعثت وبعثت، انا ماني عارفهم صراحه، انا ما بعرف يعني، عضو جديد عمري شهرين، هذا الحكي وين امتى؟ هذا الحكي ببدايه 2020 عرفته، ما بعرف انه هذا بيأذي الشركه، فكرت انه يعني يلا خلينا نترزق. يعني انا اساسا تاجر عرفته، فلما والله نبهوني القاده ما بعرف، انا قال لي هذا ما بيصير مخالف وكذا، قام خلص وقفت. يعني انا من النوع اللي متى ما بعرف عرفت حدودي بوقف عندها، يعني شايفين علي. ولكن ليش انا عم بقول لكم، انا اشتغلت شهر شهرين يا جماعه، يا لطيف شو في طلب على السبيرولينا، والله العظيم شحن السبيرولينا تقولي حاجه، فضيت الوكاله من السبيرولينا. يمكن وقت انقطع السبيرولينا بوقتها انا اللي فضيتها للوكاله. الفطر الريشي، المكملات الغذائيه مطلوبه بشكل هائل، تمام، لانه بتعمل يعني حجم نقاط كبير ورخيصه، وبتقعد مثلا بتشحن لك كرتونه هيك هل قد حقها هذيك الحسبه، عرفت شلون، خلص عملت المراد يعني جابت النتيجه. بس بينما اذا هيك كرتونه اللي هل قد، اذا تحط فيها قهوه تحط لك اربع ظروف قهوه، عرفت، ما حدا بيشحن بيقول لك انا بدي اشحن كرتونه قد حط عليها طيران مثلا هذيك الحسبه، لا حط لي مثلا كورديسبس قلبها قد، قديش تشحن كورديسبس فيها عجبه، صح ولا لا؟ ففعليا اللي عم يستهدف تركيا عم يستهدفها بالمكملات الغذائيه، يستهدف السحب منك مكملات غذائيه. فالشركه عندهم، انا وياك والشباب الموجودين معنا اليوم، هن شايفين الموضوع عملي امامهم، الشركه بتشوفوا ارقام، هن شايفين شو الاكثر طلبا بالنسبه للسوق السوداء، قام جففوا، هلا انتهى سوق سوداء. طب شو منافعه؟ رح اكتبها لك، انا عم سجل ملاحظات بس بدي اخذ مداخلات، كل رح اكتب منافع تجفيف السوق السوداء، رح يرجع عليكم على فكره بخير كثير كبير، تمام؟ هي منافع. نتمنى هالشيء. نتمنى. أنا اعتراضي يعني مو بس لي، يعني اعتراض يعني شو أقول لك، يعني من الفرق، من الدردشات، من النقاشات، وفي يعني شو أقول لك، اعتراض عاطش لأكثر ما يكون عملي، فهمت علي كيف؟ شوف شوف أخي عبد الرزاق، بصراحة أنا كنت حاضر الدردشات على الجروبات هاي، تمام؟ انا بالنسبه لي ايام بلاقي انه في يعني مبالغه، عارف احنا العرب صراحه بنحب العاطفه، يعني مثلا اضرب لك مثلا، احنا هون بتركيا بتفوت لعند البائع شو بتقول له، كولاي جالسين انتهى، تمام خلصت، بتقول له هذه كروش شروز، او بتقول له مثلا كولاي جالسين خلص، احنا عندنا ولازم هو يطلع البائع التركي هون شو بيقول لك، ساولسون بس خالصين. اما بالشام وقت كنت فاتح المتجر تبعي، إذا فات لعندي زبون قال لي السلام عليكم، ما قلت له أهلا وسهلا عليكم السلام يا مرحبا حياكم الله، بيقول لك لعمش ولا إيمان، ما عاد بيشتري من عندي. فنحن العرب بطبعنا عاطفيين، تمام، بدنا مثلا بدنا مدير دي اكس ان تركيا يبلش يفتح معنا دردشة، يعني مثلا فيها هيك نوع من يعني اللطف والملاطفة ويحكي كلام، هن مو متعودين يا أخي هيك، هدول ناس عمليين، أنت بتعرفون، أنتم عايشين بيناتهم، فهمت علي؟ دول عندهم كل اكثر كلمه بيقولوها كلها جاسن، واخر كلمه ساولسون خالصي، عرفت شلون؟ هن عمليين، تمام؟ هي بالنسبه للعاطفه يعني. شو شباب تمام. نحكي صح؟ هذا هو واقع تركيا. استاذ نادر، انا صار لي بتركيا من 2015، صار لي شيء 9 سنوات، يعني بعرف كل الترتيبه بتركيا، اجار البيت ترتفع من 300 ل 600 ل 900 لل 4000 بالوقت الحالي، وانا بعرف انه قابل للزياده ليوصل لل 6000، فامر بسيط جدا. تصور يعني انا بنص تركيا، انت بتعرف الافروع الرسميه 5 او 6 افروع رسميه، تصور انا طلبت 3 عرف الاسد ما لقيت، وين راحوا؟ راحوا هيك، وينه يا هيك يا هيك يا هيك. من قبل بيومين احد الاخوه نشر بالجروبات وصلت الطلبيه للبنان كل كردس عرف الاسد، منين هدول اجوا؟ نعم. ف والله بشكر استاذ نوري على هذا العمل، وبشكر دي اكس ان على هذا السوق السوداء، دمرنا دمار. هلا طبعا في عنا، نشوف الموضوع، سبحان الله يعني لك ولكل الاخوه، الموضوع في ايجابيات بصراحه وفي سلبيات، يعني انا ما بنكر سلبياته، مثلا من سلبياته انه في عنا مثلا اخوه بلبنان عم ياخذوا من هون من تركيا، في عنا الاخوه بمصر عم ياخذوا من هون من تركيا، مثلا في عنا الاخوه بالجزائر بتونس بسوريا، بنعرف انه هن اساسا عم ياخذوا من تركيا. انا بعرف شو بده يصير، بس في نقطه مهمه هلا بدي اجي عليها، ترى انا ليش عم بجمع الافكار من حضراتكم والاراء، مشان لما بدي احكي يكون انا جاي عامل فيدباك، اخذ من حضراتكم يعني كل الشيء اللي انتم عم تفكروا فيه، تمام، واجي انا بناء عليه احكي. فليش عم بقول لكم هلا، شوفوا كتبت انا هون منافع تجفيف السوق السوداء، هلا بدي احكي فيها، كمان بدي اذكر شغله انه ماذا عن غلاء المنتجات في الدول التي ليس بها وكالات، صح؟ هو بده يصير لانه عم ياخذوا من تركيا هن، تمام، طلعتونا بس يا جماعه اللي بده يعمل مداخله والله. هلا بالنسبه لابو عمران، بالنسبه للبنان من قبل ما تغلى الاسعار بتركيا،
في نقطة بيع متبيع بالشرق الأوسط، يعني المعجون الأسنان التركي بلبنان حقه 10 دولار، المعجون الأسنان العربي حقه 7 دولار. يعني من زمان الأسعار بلبنان العربية أو الإماراتية سعر أقل من التركي، حتى ممكن القهوة اسمع بلبنان عم هاي تبدأ هاي خلصنا من تحدي ما صار عليهم شيء الجماعة معناته ما صار. لا بلبنان بالعكس، بلبنان مبسوطين مكيفين، لبنان كويس ما صار عندهم. هلا القهوه السوداء التركيه بتنباع ب 12 ونص، القهوه السوداء الاماراتيه بتنباع ب 12 دولار. طيب سؤال هلا للجميع السؤال ولك انت كمان اخي عبد الرزاق لكل من عم يشارك معنا هلا بدي اسال سؤال مهم ما هي منافع تجفيف السوق السوداء؟ شو منافع؟ جد والله انتم فكروا فيها وبعمقها فكروا فيها اعطوني اجوبه فعلا عمليه ما بدي مجاملات ولا مغازلات شو منافع تجفيف السوق السوداء؟ شو منافع على بونصاتكم على فرقكم على القادم شو برايكم؟ والله ما نافعها اولا هي بناء الفريق بصراحه، يعني انه بيصير اللي ما يقوم بالسوق السوداء بصير بده ينضم ويعمل رقم عضوي جديد وينضم لنا للعمل، هي اول منفعه بالمصلحه الاولى. تمام؟ يعني بدل ما يشتري من السوق السوداء بصير يشتري من الشركه نفسها وبيستفيد وبيعمل بناء فريق له يعني. حلو وما بيعود في تهريب مثل قبل. حلو استاذ نادر احد اعضاء موجود بالشمال السوري من دون يعني ما في شيء مخبأ، راح لاحد نقاط البيع فقال له طلب منه احد المنتجات، فقال له هذا المنتج انا ما عندي اياه بس جايبه من السوق السوداء، اذا بدك لك مصلحه لاعطيك اياه. شوف شو الـ يعني النقطه بسوق السوداء، السوق السوداء انه يعطيك اياه من دون نقاط من دون اس دي في من دون اي شيء، اقرع وسعره بجوز اغلى او انقص بسعره، فانا هون انضريت. انا عندما اخذ المنتج من دون نقاط انا تعبان على العضو شهر وشهرين وثلاثه تدريب ومتابعه واهتمام، اخر شيء يروح يشتري منتج من دون نقاط، انا ايش تعبي كله راح، يعني السوق السوداء اخذت تعبي. فلا انا اليوم مبسوط، انا مبسوط ال 100 نقطه في تركيا ما عندي مشكله باخذها، انا اباني بناء فريق حقيقي الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله بس اللي عم يسوق اللي فاتح نقطه بيع السوق السوداء اللي عم ياخذ من داخل تركيا ويصدر لخارج تركيا، ال 100 نقطه راح تكون عنده 150 دولار واكثر، يعني راح يضطر ياخذ من نقاط البيع الموثوقه منتجاته من الامارات. هاي النقاط كثير فعاله وكثير لانها ايجابيه، حلو فاللي بينظر هاي النظرات راح عن جد ينبسط. يعني اخي عمران انت مشان انا بس اوضحها اكثر انت بتقصد لنضرب مثل انه الان بسوريا في عنا منتجات جايه من تركيا وهي المفروض تجي مثلا من الشرق الاوسط تمام على حسب التنسيق اللي صار المفروض تجي من الشرق الاوسط وقت كانت في وكاله اوكي هلا الامور ماشيه هيك بس هلا اذا احنا افترضنا انه بسوريا قديش عم يدفع حق ال 100 نقطه مثلا وسطيا بشكل عام مثلا خلينا نفترض الفطر الريشي يمكن 1700 ليره تركي، هذا الكبير عليه 130 نقطه 103 يعني انباع وين بسوريا بالشمال 1700 بالشمال على ما اعتقد بالشمال 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 السوري هاي القائمه قد ايش الدولار بكون معناتها بكون شيء قريب ال 90 دولار تقريبا تقريبا واقل من 90 دولار. بس النقطه الاساسيه استاذ نادر، يعني عندما بيجي بيقول له انه تعال لبيعك اياه هو حقه 1700، تعال بيعك اياه ب 1500 ب 1400 بس من دون نقاط، انا تعبي وينه؟ انا صار لي 4 شهور بتعب على العضو او 5 شهور بتعب على العضو لاقنعه يروح يفعل 100 نقطه بيروح بياخذ المنتج من دون نقاط. هاي هي نعم الفائده، انتوا دققوا نعم يا اخواني والله هاي هي الفائده. يعني اليوم 100 نقطه عضو جديد انت تعبان عليه ومدربه وتعبان عليه مدربه وشارح له شروحات كثيره، اخر شيء بيروح ياخذ منتج من دون نقاط، يعني كارثه كلمة كارثه مية بمعنى بالمية الكلمه. او النقطه الثانيه استاذ نادر، او يقول له تعال اعطيك نقاط من دون منتجات، العضو ايش قد انا ما دربت فيه ما راح يفهم شيء ولا راح يعرف شو المنتج ولا راح يعرف شو قوه المنتج يعني نهائيا. اولا واخيرا رح يبني نفسه وفريقه على الباطل يعني رح يجي يشتري واحنا المال بالمال ويبلش فعلا الحرمانيه بالعمل شو نقاط تباع بيع ما بيجوز طيب يا أي ساده الله يبارك فيك اخي عمر يا جماعه في احد عنده مداخله انا بدي بس هيك اشرح كم نقطه مهمين باللي صار اليوم وللامانه انا على جروب الماسيين يعني كنت اليوم صامت كثير واخر شيء حكيت جمله بسيطه جدا جدا وشافوها الاخوه اللي موجودين على جروب الماسيين معنا شافوها يعني حكيت كلمه بسيطه جدا جدا قلت فيها شو سيدنا
يعني الخضر شو قال طبعا عليه السلام، شو قال لسيدنا موسى؟ قال له لن تستطيع معي صبرا، أليس كذلك؟ لأنه في حكمة بالغة. أنا اليوم لله المثل الأعلى، شفت بعض الأخوة أنه تعجلوا مثلا أنه ليش وكذا، يا جماعة اللي عم يصير لصالح الجميع، تمام، اللي عم يصير لصالح الجميع. أول شيء بكرة بس إن شاء الله تعالى توقف هدول الناس يعني اللي عم يشتغلوا بهذا الأسلوب، الأسلوب والسلوكيات اللي يعني سلوكيات فقط إنه أعطيني مال، تمام. نحن مسألتنا بصراحة أسمى بكثير من مسألة فقط النظر للمال. نحن نعم شغالين بزنس لحتى نعمل مال، نعم ما بننكر، ولكن نحن في عنا جوانب عديدة شغالين عليها، شغالين على تطوير ذاتنا وتطوير الآخرين، شغالين على أنه نبني عائلة حقيقية، نكون ناس يعني عم نرتقي دائما نحن والآخرين بمشروعنا هذا. بينما اللي فايتين يعملوا هي التجارة بصراحة السوداء، أنه هات المنتجات من هون روح خذوا لغير بلد، أرباح الفرق تبعون هات غيرون، يعني هذا ولا يبقى، هذا أساسا إذا بتحطه فعلا بالعمل الحقيقي بالدي إكس إن بيفشل يوصل لألف نقطة يا جماعة، أنتوا بتعرفوا شو عم بحكي أنا، بيفشل يوصل لألف نقطة. إذا تحطه بالعمل الحقيقي تقول له أسس فريق بيقول لك ما حدا بيرضى، هذا بده شغلة أخي يعني بدهم هدول يدوروا على الاصطيادة، الاصطياد الشغلات اللي فيها صيد يعني اللي بيصطادوا بالمي العكرة مثل ما بيقولوا، دوروا على الشغلات اللي فيها شبهات، بدوروا شغلات فيها شوائب بيشتغلوا فيها، ما بيحسنوا يشتغلوا بأي عمل منضبط، تمام. فبدي أقول أمر مهم طبعا مع احترامنا اللي يعني اشتغل بهذا الموضوع وفيما بعد ممكن فعلا بلش ببناء الفريق. على كل الأحوال اللي بدي اقول لحضراتكم انه اليوم نحن ارتفع عنا كل المنتجات 30%، هذا بناء على شو خالصين منا يا شباب، بناء على مساله التضخم بتركيا، هذا منتهين منه 20 30% واضحه اساسا المساله، يعني الصرف ليكو جنب عيونكم جميعا هلا اتقطع ال 21 اليوم، هي نقطه خلصنا منها. طيب المكملات الغذائيه تحديدا ارتفعت 100%، لانه بدهم يعادلوها بالشرق الاوسط مشان ما بقى حدا يجي ياخذ علبه من هون ويبيعها هنيك، ساعتها اذا اخذها بيكون حابب يعذب حاله يعني تخيلوا حدا اذا حب ياخذ علبه من هون لغير بلده هو حاب يعذب حاله، تمام، يعني ما بظنه اساسا يشيلها معه، حتى لو كان جاي زياره بالمناسبه، حتى لو كان جاي زياره ما حيتسوق منه، رح يروح يرجع بيقول لك يا اخي بدي احطها بالشنطه واتعب فيها باخذها من بلدي. اول شيء صار ضبط لمساله السوق السوداء. هلا المنافع، شو منافع انه انضبط هذا الوضع؟ منافع انه كلياتكم فرقكم يا او يا اخوي اخوات كل فرقكم عالميه اولا واخيرا، كان فريقك صغير او كبير انت فريقك عالمي، اليوم انت موجود بتركيا فريقك موجود بالمغرب، موجود بالخليج، موجود بدول اخرى، تمام. هذول نفسهم ذاتهم انت وين شوفوا انتوا شوفوا هذول انت مؤسسهم بغير بلد، بس هن منين عم يستهلكوا؟ منين عم يستهلكوا شباب؟ من تركيا، تمام. فانت طالع تعمل لي شغل وان وورد وان ماركت وان فاميلي، وتعمل لي بزنس مان حول العالم، واخر شيء انت داري جماعه جيرانك، نحن بالقمر جيران، عم يستهلكوا منين؟ من الوكالة التركية. انت ارباحك وين يا غالي؟ بالارض. ليش ارباحك قليلة؟ انه فعليا اساسا لذة العمل بالنتورك ماركتينج هذا العالمي، انه انا فعلا موجود ببلد، تمام، بلد مثلا لا افترض بلد فقير مثل مثلا سوريا، مثل لبنان، اليمن، البلدان اللي فيها انهيارات اقتصادية، جيت انت عملت فريق مثلا بالسعودية، جيت عملت فريق بالمغرب، يعني بعملت فريق ببلدان اقتصاداتها أفضل، تمام؟ الجماعة السوق السوداء شو عم يعملوا؟ عم يروحوا هذا أو خليني أقول عم يسيئوا للمنطق هذا من خلال شو؟ من خلال أنه عم يرجعوا يوفروا منتجات بدول مثل هاي، شو منتجات رخيصة، وعلى فكرة عم يوفروها بدول مثل هاي ويأخذوا حقها تقريبا وكأنه فعلا هاي الدول فيها وكالات، وكأنه فيها وكالات، يعني عم توصل 100 و150 دولار. لا تعال خلي لي اياها بارضها مرتفعه ولا تطلع برا ارضها، عرفت شو؟ فهذا في منافع كثير كبيره للجميع. طيب هلا جماعه الاخوه الموجودين بلبنان ما عندهم وكاله رسميه، طبعا كثير عم يسالونا انه صار في وكاله رسميه بلبنان؟ لا ما صار في، صار في فعاليه قويه، تمام، بس ما صار، ان شاء الله قريبا نتسمح. جماعه لبنان، جماعه سوريا، جماعه انتوا ولا اليمن؟ جماعه سوريا انتوا ولا اليمن؟ جماعه لبنان انتوا ولا اليمن؟ جماعة جزائر، تونس، مين بدنا الدول ما فيها وكالات؟ انتوا ولا اليمن؟ تعرفوا اليمن 100 نقطة قديش حقها؟ قديش حقها شباب ال 100 نقطة باليمن؟ 107 دولار استاذ نادر. 107 دولار، تمام؟ طيب لما بنقول 107 دولار قديش راتب موظف باليمن؟ مين معنا بيعرف راتب موظف باليمن؟ ما بيتجاوز ال 70 دولار. ما بيتجاوز 70. شايفين؟ ففعليا لما نحن بنقول باليمن هذا التحدي عم يتجاوزه، وشايفين انتم على فكره الانجازات بمعظمها بالوطن العربي بالمناسبه، يعني ورجوني الان هلا بدي حدا يثبت لي بالسعوديه في عدد ماسين قد اللي موجودين باليمن، اثبتوا لي
تمام. بدي تأسبتوا لي بالبحرين في عدد مأسيين قد موجودين باليمن، ما في، بقطر، بالإمارات البلد الأم اللي هو اللي فيه الوكالة الرئيسية لهذه اكس ان، هل في مأسيين عدد الموجودين باليمن؟ ما في. بالعراق في عدد المأسيين الموجودين باليمن، أنا العراق رقم 3 طلع العام الماضي أذكر على كل العالم، أليس كذلك؟ والعدد المأسيين باليمن إلى الآن أكثر على فكرة، إلى الآن أكثر من العراق. تمام. طيب بسوريا ما في يا جماعة الخير، رغم هذا الوضع اللي موجود لكن في قادة حقيقيين فهموا الصناعة فاستنسخوا قادة. إذا نحن مشكلتنا والله اليوم بزيادة على السعر، ولا مشكلتنا بالاستنساخ، ومشكلتنا بأنه نقول إحنا قادة وننسخ قادة؟ أنت برأيكم شو يا شباب، شاركوني بهي الجزئية. أنت برأيك أي تحدي بواجهك بالتسويق المتعدد المستويات نتورك ماركتينج، هل بيكون التحدي هو سعر ولا شحن ولا بيكون استنساخ؟ أنت شو رأيك يا قائد؟ أنا أستاذ نادر، أستاذ نادر أنا بضرب لك أكبر مثال، أنا بضرب لك أكبر مثال. عضو عندي موجود في سوريا ظل ما يقارب 6 شهور لطلع لرتبة وكيل نجم، 6 شهور والأسعار منتجات بسيطة وكل شيء متوفر وأحلى من هيك. في اليمن شهر كامل 30 يوم بعد ما سجلت له عضوية وخلص الأساسيات الخمسة، شهر كامل صار وكيل نجم. شو السبب؟ ما شاء الله، عملنا استنساخ شخصية وطلع قائد فعلا بمعنى الكلمة، وسوق ما يقارب 4000 نقطة تسويق. تسويق ما شاء الله. يعني القصد بقى، القصد بهي الفكرة يا سادة يا كرام، انه احنا ما بدنا نساوي مثل بيقولوا، يعني انا بقول هذا المثل الشعبي انه ما بدنا نساوي البحر طحينة. الامر واضح شلي بالنسبة للجميع، رد الاعتراض موجود عندكم جميعا، انتم جايين اليوم كقادة تحضروا هذا الاجتماع تاخذوا مني معلومات، وايضا انتم حتسترسخوها بفرقكم. الاعتراض معروف شو هو ورده معروف شو هو. تمام. احنا عندنا اليوم منتجات ارتفعت بسبب تضخم، تمام، حاصل، واللي ما اللي ارتفع طبعا المكملات الغذائيه 100% بسبب صراحه السوق صدق خلص جففوا. الدكتور ليم حكى هذا الحكي باجتماع عمله من اكثر من سنه على فكره، حكى انه هو في خطه هلا لخلص مكافحه ومحاربه هذا السوق. تمام. هذول المتنفعين اللي قاعدين بصراحه عم ياذوا ويضرروا باعضاء دي اكس ان، وحتى للاسف الشديد بعض الاوقات عم يسرقوا اعضاء دي اكس ان. تمام. بحجه انه انا بحط لك نقاط وانا براعيك وانا بعمل لك عروض وكذا، وهذا حصل وشفناه. فهلا ان شاء الله تعالى شوي شوي معا كلياتنا بنضبط السوق هذا. الخير دائما بنظامنا نحن ما بنطلع على الخير ناخذه اليوم او يعني خليني اقول الانجاز نعمله اليوم، احنا دائما ناس استراتيجيين، ناس بنطلع على اهدافنا القريبه والمتوسطه والبعيده. ففي عنا اهداف بعيده منا انه خلص هذا السوق بدنا ننهي سوق السوداء، ما في منتج بيطلع من بلد لبلد هيك بصير فعلا هذا ون وورد يعني بزنس عالمي عن جد. تمام. وفعلا بصير في استفاده من القنوات المفتوحه بغير دول، يعني بمعنى انه قنوات البيع المفتوحه بالوكالات وكذا. وايضا حيساهم يا ساده يا كرام بمساله كثير مهمه، حيساهم بفتح وكاله بالدول يلي ما فيها وكالات، حيساهم. هلا بتسالوني ليش؟ هلا انا تحليل هذا، تمام، انا جاي اليوم حلل مع حضراتكم. تحليلي انا انه اللي جاي مستفاد من مساله السوق السوداء بيكون هو اكبر المحاربين انه تصير وكاله هي بالبلدان هاي، لانه هو متنفع. تمام. بس هذا هلا يلي ممكن يكون شيء مثلا حوت بشي بلد ما بنعرف اسماء ما بنعرفها، ممكن يكون حوت سحب منتجات، ممكن يصير يسعى ليعمل وكاله. فاذا بكره بتشوفوا وتذكروا كلام نادر عثمان انه بعد اشهر من الان حتشوفوا انه صح يصير في وكالات بلبنان وبدول مثل لبنان وبسوريا وغيرها. ومع انه سوريا مو مشكلتها بصراحه للاسف، يعني استاذ محمود مصري تعب عليها كثير، بس انا بقصد لبنان او تونس او الجزائر وكذا. رح تلاحظوا انه كان المتنفعين كانوا يعطلوا عمليه الوكالات، حتى مصر على فكره ان شاء الله تعالى حيصير فيها وكاله، وهلا الاجتماع انا كثير متفائل فيه، رح يصير مؤتمر بمصر، رح يصير فيه ان شاء الله تعالى مؤتمر فعلا فعال بمصر. هذا دليل على انه ان شاء الله اقتربت مساله الوكاله، اهتمامهم بمصر بهذا الاسلوب معناته هن عم يحشدوا طاقاتهم هنيك عشان يعملوا الوكاله. هذا هو بس، خلص خالصين هذا الموضوع كله. حدا عنده سؤال، مقترح، اعتراض، جاهزين؟ ما عندكم، خلينا ننتقل لقصه ثانيه. شو شباب صبايا سيدات؟ في شباب رافعين ايديهم اذا بنعطيهم مشاركه لو سمحت. المايك مع الجميع يا ساده، المايك مفتوح للجميع، انا تركته للجميع. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صراحة أنا بهذا الاجتماع يعني لاحظت شيء جميل، بس أنا حابة هيك يعني أعطي رأيي وأقول شو شفت. يعني ما شاء الله، يعني أنا مع أبو عمران من الصبح على اطلاع بعد المحادثات والجدالات اللي صارت وآراء العالم السلبية و
فكنا يعني انا شخصيا كنت متوقعه انه نفس الشيء شوف هون بالاجتماع، يعني نفس الشيء انه اشخاص اعضاء دي اكس ان، لكن ما شاء الله يعني لاحظت فريقنا غير، يعني وعي، ايجابيه، فهمانين العمق. يعني صدقا المحادثات، يعني ستار اجاني وياقوتي وماسي ما كان فهمان العمق اللي تحدثوا فيه هون الأخوة عن السوق السوداء والإيجابيات وإنه هذا اللي لازم يصير و و و فيعني ما شاء الله، وكان الله يبارك يا رب. يعني أنا هذا التعليق بس اللي حبيت أقوله ونوهه. وأكيد أكيد يعني هون الأشخاص القادة كمان نفس الشيء حينقلوا هاي النظرة العميقة والإيجابية لأعضاء فريقهم، يعني حيستمر هذا الفريق كلياته بنقل هاي الأخبار الصحيحة. الله يجزيك الخير ام عمران، يبارك فيك. والله يعني الله لفته مهمه جدا، يعني شايفين احنا ما شاء الله الوعي عند الجميع، هذا فضل الله ترى. حتى يعني الاخوه اليوم، مشان بس احنا نكون كمان شوي يعني منصفين، حتى الاخوه والاخوات اللي كانوا على جروب الماسيين اليوم مثلا، بعضهم ناقش والله ب يعني صح. طريقه جدا جيده، يعني كانت احترافيه. بس لكن سبحان الله، ببعض الاوقات الانسان لما بيستقبل الخبر ما بيكون مناسب له، ايام بتعجل شوي بالنقاش، يعني ليش رفعوا وكذا والاحوال هلا وقتها يعني لا شوفوا، بدي لكم شيء، هو بطبع الانسان بحب ياخذ ما بحب يعطي، عرفتوا هذا الطبع. بعدين هو بيمرن نفسه سوري، وبيعمل مهاره اسمها مهاره العطاء. يعني الإنسان بحب الخير، نعم مجبول على حب الخير، بس هو من الأساس عنده نسبة يعني بدي. هلا شوف، وقت بتكون أنت طفل صغير، وقت كنا أطفال إحنا بناخذ ما بنعطي، حتى إذا أخذنا شيء بالإيد ما بنعطيه لأهالينا. تتذكروا كنا أطفال؟ يمكن ما حدا بيتذكر. شوفوا أطفالكم جنبكم، متى ما أخذ شيء باليد ما عاد يعطيه لأهله، بصيروا بيشدوه منه شد، ممكن يأذي حاله فيه. فنحن بنحب ناخذ، فبيجي خبر مثل هذا يا اخي، نحن نتامل دائما الاخبار تكون انه رخصوا المنتجات مثلا، انه والله يا اخي يعني اكيد بنحب هيك. ولكن فعليا ظروف عم تمر فيها تركيا، وبقولكم الى الان تحقلوا للمنطق، يعني مثلا زعلوا على هذا الموضوع. بتركيا اليوم الحد الادنى للرواتب، انتم كلكم بتعرفوا، يعني تقريبا صارت يعني 9-10 آلاف ليره بوسطيا، تمام؟ لما نحن بنحكي عن مثلا 1500 1600 ليره 100 نقطه، تمام؟ يعني قديش هي بالمية؟ بتطلع 15% من راتب موظف يا شباب، صح ولا لا؟ هي 15% ولا لا؟ 15%، شو عم تحكوا انتم؟ يا جماعه، في معظم الدول اليوم تقريبا، يعني سوريا كم بالمية راتب؟ 400% من راتب موظف. عرفتوا؟ ففعليا يعني اللهم ربي لك الحمد اولا، ثانيا بالعكس نحن لازم نكون دائما داعمين بكل مواقف، لانه ما زال نحن امنا بهالقضيه الحمد لله رب العالمين. الشركه ماشيه صح، منتجها اورجانيك وعنده تحدياتنا نواجهها معها، تمام؟ ما بنكون معها بالرخاء وقت الشده، بدنا نقول شو الشركه، اليس كذلك؟ هذا مهم. طيب يا ساده يا كرام، في حدا عنده بهالقضيه لسه شيء؟ ننتقل. مايكات مع حضراتكم جميعا يا شركائنا. استاذ نادر، انا بدي اعتذر بس بدي احكي كلمتين مختصرات ان شاء الله يكون نافعات للجميع. اخواني اخواتي اكرم، دققوا معي بهاي الجزئيه. ما في غير اثنين انضروا بهاي النقطه اللي ارتفعت فيها الاسعار، اثنين شخصين، المسوق المعتمد كله على التسويق اللي بياخذ المنتج ب 100 و50 بيبيعه 300 للمستهلك، هذا الامر الاول هو اللي تضرر، والسوق السوداء كل شيء بيتعامل بالسوق السوداء هو اللي تضرر. اما كل شيء باني فريق حقيقي وماشي تمام، هو ما راح ياكل اي هم، وراح يكون قادر اقناع فريقه ومكفيين بطريقه. هاي النقطه ركزوا عليها، غير هيك ترى ما حد اتضرر، بس هدول الاثنين، وهدول والله الاثنين اللي احنا بدنا اياهم، والاهم منا السوق السوداء. والله هاي برافو اهم عليك، شيء، حياكم الله. الله انا يحييك يا بدي رب، اعتذر لكم. السلام عليكم ورحمه الله. الله يسعدك يا رب، حياكم وبياكم. طيب بدي اقرا بس شوي اليوتيوب عند الاخوه، فعم يقول صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وبياكم. كوتش نادر عثمان، تحياتي للجميع القادة شركاء شركات النجاح، عضو من فريق القدرة الإنتاجية من لبنان. يسعد راسكم. هاي ما شاء الله أستاذة، الأستاذ خيرت، أليس كذلك؟ أستاذة خيرت، حييكي، حياكم الله وبياكم.
طيب ايضا عليكم السلام، شو الوضع بسوريا عم يسالونا؟ الوضع بسوريا ان شاء الله تعالى للافضل باذن الله سبحانه وتعالى باذن الله، بس هلا بدي احكي انا يعني بالنقطه الاساسيه، انا بدي انتقل من هذا الموضوع بس لازم نناقشه معك، ما بدي انا اليوم فوت التدريب تبعي ومتجاهله، لا ما بنتجاهله بنناقشه بنبين يعني اسبابه اساسا اسبابه منطقيه وان شاء الله نتائجه خير كثير كبيره على الجميع تمام، ولكن هذا تحدي نتجاهله سوا. بحيي اللي كتب لنا انه طبعا التحدي الاكبر هو الاستنساخ. طيب خلينا ان شاء الله يا سعد ننتقل منها، اذا خالصين منها بالنسبه للي شغالين مبيعات، المنتج يا جماعه الخير قيمته بداخله، لا تاكله حتبيعه، المنتج قيمه بداخله، اطمئنوا اطمئنوا، والله المنتج قيمته جواته يا جماعه لا تاكله. طيب انا بدي احكي اليوم يعني دقق على موضوع، فبدي اعمل فيه تدريب، ما بعرف هو زاد معنا نص ساعه، ان شاء الله يكون هذا التدريب للجميع نافع. طيب يا ايها المميزون والمميزات، شو وضع الاستنساخ عندكم؟ شو وضع بناء الفريق؟ اليوم بدنا ندردش نص ساعه هلا ان شاء الله تعالى بهذا الامر. شو وضع اليوم المتابعه؟ تمام، بدي اعمل اليوم مراحل صحيحه لحتى انجح ببناء فريق. انا بعرف انه هو اكبر تحدي صدقا وامانه، قبل شوي عم نحكي تحدي السعر ولا شيء، عادي تحدي هذا بيتجاوز الواحد، هي 100 نقطه مو سيره يعني، عرفت شو يعني؟ اللي بيفتح مشروع حر يمكن هو اقل فاتوره بيدفعها بمحله هي ثمن ال 100 نقطه بصراحه، ممكن تكون فاتوره كهرباء، ممكن تكون فاتوره محاسب، ما بنعرف يعني، شغلات كثيره بالمشاريع، بقاليه صغيره ممكن تدفع انت بس كهرباء ومي اكثر من 100 نقطه، هي موضوع نحن نسيانينه من زمان هذا، وبعرف انه الكل متجاوزه، بس انا بدي التحدي الصحيح او خليني اقول التحدي الحقيقي. التحدي الحقيقي هو بناء الفريق. هلا الان اذا بسال يعني انه مين عنده هذا التحدي عم يواجهه، قد يجوز الكل اللي انا لهلا بواجهني تحدي بناء الفريق. طب مو بس انتم، الجميع بيواجه هذا التحدي، لانه في اليوم اسس يجب انه تنضبط، في اسس يجب انه نمشي عليها يا جماعه، اللي بده يحط بايده بمستقبلا 10,000 دولار و20,000 دولار و50,000 دولار بده ينفعت. عرفتوا؟ يعني اليوم كنت عم عليكم السلام، اليوم كنت عم اتناقش انا مع احد القاده تمام من العراق الحبيب، بوجه له اكبر تحيه، كنت عم بتناقش انه حديث كان كثير مثمر، يعني رايه حقيقي يعني ينسجم مع ما قاله الخبراء. مين خبراء صناعه البيع المباشر؟ قالوا لك هذا 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 المجال، مجال النتورك ماركتينج تمام، البيع المباشر، هذا تسويق متعدد المستويات، هذا هو اللي بيعطيك تقاعد مبكر خلال 5 سنوات، خلال 5، بتعرف شو يعني تقاعد مبكر؟ مو بس تقاعد مبكر، يعطيك تقاعد مبكر ثري ثري، يعني مو تقاعد مبكر راتب موظف، تقاعد مبكر ببونص ارباح حقيقي ممكن يكون 15,000 دولار، ممكن يكون 20,000 دولار. ولكن الان اول شيء الرؤيه بتكون واضحه اني انا رايح اعمل تقاعد مبكر 5 سنوات تمام، هذا اول شيء مشان احسن انا يكون عندي وقود اعمل. ثاني شيء بده يكون عندي فعلا فعلا فهم صحيح لهي الصناعه، فهم صحيح انا ليش لا استمر مع كيف انا هذا كيف شعله الحماس تضل شاعله جواتي، كيف شو الطريقه الرؤية تبع الوصول، وين بدي أوصل فيما بعد مع هاي الصناعة، لأن هاي الصناعة ما بتعطيك من أول شهر. يعني أنا شاركت لكم كتاب اسمه أعظم مسوق شبكي، اللي أراه بيعرف شو عم بحكي، هاي الصناعة ما بتصل فيك من أول شهر تمام، ممكن تصل فيك لمستويات مقبولة بأول سنة تمام، ممكن تعمل من خلالها دخل حر يعني تصبح حر ماليا، ولكن ما بتصل فيك للوعود القوية اللي هي الثراء المالي إلا ما تكون ماشي صح. المشي الصحيح بالبداية يجب إنه شوفوا هدول الخطوات اللي لازم ندقق عليهم الان، وبتمنى فعلا انه يكونوا شركائكم كلياتهم موجودين، لانه هذا رح يكون رح يصب بصالح فريقكم، وحتى هي الجزئيه اللي انا بدي احكيها هلا اذا بتقصوها بكره من اليوتيوب بتعطوها لشركائكم، هذا كان تدريب الليله يعني انا كنت بدي احكي فيه وسبحان الله بس اجى الرفع اليوم وروحنا اليوم ابدا تقريبا كل الوقت يعني سفيان مع حضراتكم نص ساعه. ولكن بدايه يا ايها الاخوه والاخوات، لما انتم فاهمين وواثقين انه الرحلة فعلا رحلة للثراء، ما هي حكي، ما هي شعارات، ما هي أوهام، والله ما لنا جايين نبيع حكي، وتكون فعلا أنت مقتنع عرفان أنه في مين سبقك بهذا الحكي، في مين وصل قبلك. شو يا شباب اذكروا لنا أسماء، مين وصل قبلكم؟ تعالوا نختبر قبل ما أحكي الخطوات العملية والجادة نحو الثراء يا شباب. بدي أقرأ بالتعليقات من تعليقاتكم، مين وصل سبقكم للثراء؟ اكتبوا لي أسماء لشوف، اكتبوا لي أسماء حارة هلا على الشات تبع الجوجل ميت ولا على الشات اليوتيوب، هاتوا لشو. حي الله استاذ ابو زياد، الله يبارك فيك يا غالي.
تقولي مين اسمع، مين سبقكم بالصناعة هاي؟ مين وصل؟ يلا نور اكتب. أم عمران اكتبي. مين سبقكم؟ اكتبوا لي أسماء، مين سبقكم فعلا وصل لأنه يعمل بونصات أرباح محترمة؟ رشيد، عبد الرحمن، حسن، اكتبوا لي. عبد الله اكتب، عبد الرزاق اكتب، حسام اكتب، ابو زياد اكتب، اختي ام صلاح اكتبي، شيماء اكتبي، مين سبقكم؟ فدوى اكتبي، قيس، حسين، سجا، اختنا سجا اكتبي. هي عم نشوف تعليقاتكم. لحتى ليش انا وقفت عند هي الجزئيه؟ لانه انا الان في مين سبقنا، بدنا نعرف نحن بنوصل ولا ما بنوصل، او هي الصناعه سوري بتوصلنا ولا ما بتوصلنا. تمام، اذا عرفنا انه هي الصناعه، هي الشركه بتوصلنا، اذا نحن بنوصل ولا لا. نحن بنوصل، بس بدنا هلا بقى الاستراتيجيه الصحيحه للوصول، صح ولا لا؟ طيب حق أقرأ. كل الاخوه موجودين سبقوني؟ لا ما بدنا كلياتهم سبقوك، ليش سبقوك كلياتهم؟ طيب في عنا، شوفوا الاستاذه عمران قالت هدى طهماز، برافو عليك، ان الاردن من وجهه تحيه. ديما ابو قله نعم وصلت ما شاء الله، مجتهده ما شاء الله. ايضا مين؟ السفراء والماسيين والقاده، الاستاذ عبد الرزاق، مين هنين؟ طيب اخلاص عفاره ما شاء الله، كمان اسم امبارح باركنا له، 6 خطوط ماسيات عندنا الان، اكثر من 17 ماسيه ما شاء الله، الله يبارك له يا رب. اكثر ناس ايضا، مين كمان؟ حسام علي، برافو، رائع، اسم علم ما شاء الله في دي اكس ان، يعني داو اللاين وسفير، الاستاذ لؤي محمد، نعم. ايضا استاذ لؤي محمد، استاذ ضحى بحييكي، السفير لؤي محمد، نعم، وصل للتقاعد مبكر الثري، اي وصل، ويعمل الان يعمل مع الشركه يعني رغبه بالمتعه حقيقه والاستمتاع بهذا النظام. استاذ احمد المسعدي، جمال المسعدي، نعم نعم، كتار يا سادة حقيقة، كتار اللي وصلوا معنا. طبعا هي ما عدا الأسماء اللي يعني ما بتنحصر بعالم دي اكس ان، أستاذ أحمد العتيبي، أستاذ كمال الدوسري، أستاذ أبو صهيب، أستاذ حمزة البلوشي، أستاذ أم عمر من السعودية السفيرة، أستاذ أم حسام ما شاء الله المميزة داول لاينة السفيرة أم عمر، أسماء كبيرة وكثيرة بصراحة، وصلوا عملوا إنجازات. ان شاء الله الهدف اليوم اتحدى من دخل قبلي بسنه واكثر، انه خلال 3 سنوات سوف اكون قد حققت اكثر منه مرتين واكثر. بتحقق اخي حسان، يكون عندك همه بتحقق. استاذ محمود المصري، العلم ما شاء الله، بنوجه له اكبر تحيه. فاذا هي الجزئيه اللي انا يعني وقفت عندها هي بهدف، شو اللي هدف منها؟ هدفي انه نحن كلياتنا نشوف في صناعه اسمها البيع المباشر، التسويق متعدد المستويات، في شركه بضمن هي الصناعه اسمها دي اكس ان، في مين وصل معها ل 50,000 دولار؟ اي في 50,000 دولار بالشهر الواحد، اي في ولا ما في؟ في، عرفتوا؟ في موجودين عايشين بيناتنا، موجودين. في وصل، مين وصل ل 100,000 دولار؟ نعم، بالشهر الواحد بيقبض 100,000 دولار. في مين وصل لاكثر؟ في، عرفت؟ يعني احنا الله يا ربي يهنيه ويبارك له، استاذ جمال المسعدي مثال كبير لنا، عايش معنا بتركيا، دخله تجاوز 100 ما شاء الله، الله يبارك له يا رب. الان عم بحكي من نظره بزنس لهذا المشروع، تمام؟ هلا ما عاد الجوانب الاخرى بنمر عليها، ولكن بدي اقول شيء، ما دام الصناعه بالشركه العملاقه دي اكس ان وصل معها اشخاص الى هي المستويات، وهن اساسا بداوا باوقات كانت حقيقه اقل، يعني اقل تاثير من اوقاتنا الحاليه، نحن مؤثرين اكثر باوقاتنا، نحن الان خياراتنا اوسع بكثير. لما بقول جمال المسعدي اليوم دخله 100,000 بالشهر، بس هو بلش من امتى؟ من 15 سنه، ايام ما كان لا سوشيال ميديا ولا حكي، تمام؟ الان نحن خياراتنا اوسع، وصولنا اسرع، نحن الان قاعدين كلياتنا ما شاء الله موجود معنا على اليوتيوب وعلى جوجل ميت، قاعدين عن طريق الانترنت نتحاور مع بعضنا ونشوف بعضنا، كانوا بالسابق ما كانوا يحسنوا يستطيعوا يوصلوا لهيك اجتماعات، لانه كل حدا ببلد الان، يعني شغله فوق الوصف. ففعليا ادواتنا صارت افضل، انه نحن نوصل اسرع من اللي وصلوا سابقا، والشركه توسعت اكثر، نعم، الشركه صارت عريقه اكثر، نعم، الشركه صار انجازها اكبر، نعم، عرفت؟ يعني احنا اليوم الميزه كبيره اللي احنا عم نتمتع فيها، بل مو الميزه، المزايا. اذا اللي وصل مو افضل منك ومني، شو بدنا هلا؟ ها ها، سالتنا بنجاوبك يا شريكي،
احنا بدنا هلا بناء صحيح، اذا ما في بناء فريق ما بتوصل لهذا الكلام كله اللي حكينا عنه. اذا ما في بناء فريق صحيح، بناء الفريق صحيح بداية يبدأ بالالتزام اليومي بالعمل، تمام؟ الالتزام اليومي بالعمل. الالتزام اليومي بثلاث محاور اساسيات يجب انك تمارسهم بشكل يومي. يوميا يجب ان تعرض فكرة المشروع، يوميا يوميا. يا شباب اللي مبلش تأسيس فريقه، يا سيدات اللي مبلش تأسيس فريقه، يجب انك تعرضي المشروع يوميا. دوام عمل، ما في مجال ابدا، لو انه على سيدة واحدة، لو انه على رجل واحد يا رجال، لو انه على رجل واحد، لو انه على شخص واحد على الانترنت، لو شخص بس، المهم ما تغمض عينك الا عرضت المشروع. هذا اساس. يوميا متابعة وتدريب الاشخاص، يتوزعوا بين يعني مسجلين اشخاص جدد بتتابعهم على التدريب، يعني شخص سجل معك تابعه مشان يتدرب، تمام؟ ودرب. طرق التدريب عديدة، ما طبعا ما حيتسع الوقت لنحكي بطرق التدريب عديدة، طبعا انتم بتعرفوا في حقائب كمان التدريبية مهمة جدا. خليني احط الموبايل على الشحن. في حقائب التدريبية مهمة جدا جدا. في عندك لازم يكون نظام عمل خاص فيك كقائد، تجتمع مع الجدد، تكون فعلا لديك رؤية واضحة تنقلها لإلهم. عملية الاستنساخ، تستنسخ بهدول الأشخاص اللي انضموا معك الأفكار كلها اللي أنت أساسا تعلمتها، تمام؟ وعملية الاستنساخ لا تكون بيوم ويومين، عملية الاستنساخ هي مداومة على العمل مع الشريك الجديد، تمام؟ الجميل بالأمر، الجميل بالأمر إنه ممكن شوي اذكر مصطلح الخطوط مشان تعرفوا قديش صناعتنا جميله. رح اذكر لحضراتكم الان يعني من احدى الاشياء اللي كنت اسمع فيها سابقا، الان بشاهدها بام العين على السيستم الخاص فيني. الان لدي خطوط عريضه ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، خطوط كثيره فيها نشاط كبير، تمام؟ انتم بتعرفوا يعني هذا الامر، ما لا يخفى عليكم اساسا، انتم شايفين انجازات الفريق. فانا لدي اليوم خطوط كثيره فيها انجازات. الخطوط هي لما اليوم بقرأ أنا تاريخيا شو حصل، بلاحظ إنه الخط بيأثر في قائد واحد. شوفوا هذا كلام خطير، مشان تعرفوا إنه العمل ليس بصعب ولكن يحتاج الالتزام. الخط الواحد بتلاقوا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، خط يحتوي مثلا 5000 عضو، تمام؟ خط يحتوي 10000 عضو. هذا الخط، الخط هذا طبعا مشان اللي اخوي اللي جدد معنا ما بيعرفوا شو يعني كلمه خط، كل شخص بتدخله معك جديد بلش يساوي فريق هذا اسمه خط بالنسبه لك، تمام؟ فليش بيقولوا لك بدك 20 ماسي بخطوط مختلفه؟ 20 ماسي بخطوط مختلفه انت سفير. فلاحظوا الانجاز يلي يعني أطلع انا مباركت عم بتابع الفريق ب 31 الشهر على السيستم، عم بشوف انجاز كامل الفريق، فلاحظت انه ما شاء الله خط طويل عريض. مين اثر بهذا الخط؟ شخص واحد بس، قائد الخط. قائد الخط، لا هو قائد الفريق بس انا بدي لك قائد الخط هلا عشان تفهم علي. قائد الخط، طب سؤال، معناتها قائد الخط هذا وقت استقطبته بالبدايه والله الا يستحق التعب؟ شو بيستحق ولا لا؟ ما بيستحق انك تتعب معه وتجاوبه وتسهر معه وتعمل معه لقاء وتروح تزوره كمان وتقعد معه وتدربه وتعلمه وتجيب سبوره معك تحملها بالباص اذا ما عندك سياره تحطها وتروح على بيته وتكتب له على السبوره خط التسويقيه. منطقيا يستحق، لانه هذا الشخص رح يفتح لك خط طويل عريض. عرفتوا؟ هذا انا عم بحاكيكم لانه كنا نحن بالوقت بديت انا مع هي الصناعه كنت اسمع انه فعلا رجل واحد يصنع لك شبكه كبيره، رجل واحد جاد، سيده واحده جاده، وهذا حقا قاله مين؟ المسوق العالمي الشهير ايروكوري، وقلكم اياها على طول. بيقول لك شو قال لك؟ شو بيقول لك؟ بيقول لك دعوت لشركتي اكثر من 1000، سجل معي للمئات، استمر معي العشرات، 8 جعلوني ثري. فعلا 8 اشخاص. فانتم بهي الصناعه ما بحاجه الكم، انتم بحاجه النوع، بس بحاجه العرض الفكره على الكم، انتبهوا له. انتم بحاجه النوع، اشخاص نوعيين يكونوا فعلا هدول بالنسبة لكم شركاء حقيقيين، شركاء عمل، تتقابلوا معهم، تدربون، تعلمون، تستنسخوا الأفكار الصحيحة فيهم، تجيبون الاجتماعات، اللقاءات، ضلوا مترافقين. هذا تيم، هذا شو تيم، مو رابط وبلحش وبمشي. اللي بيشتغل هيك والله مو صورة بلحش وبمشي على الجروب. يعني أنصحكم تشتغلوا مثل الناس اللي بتشتغل حكي فاضي سنة وسنتين ولا بيطلع معها شيء، بيعمل لي جروب بلحش لي عليه صور،
هي الصور للذكرى بيخلوها على الجروب. اكتب بس تحت للذكرى، يعني ما بتعمل نتائج. انت بدك تشتغل مع فريق تيم، تجتمع مع الفريق، تجتمع مع القائد اللي ضميته معك، مع الشخص اللي انضم معك، تجتمع مع منه وبتشوف شو اللي فاهمه وشو اللي مو فاهمه، بتتناقش انت اياه بالمهنه، واذا مو رؤيته واضحه بتعدل له اياها. بيجيك ايام ناس مميزه كثير بس افكارها مشتته، بدك توضح له الرؤيه، تقول له هي الصناعه بتعطيك كذا وكذا وكذا، هي الصناعه نجح فيها فلان وفلان وفلان. وقت كنا في مؤتمر الماضي لدي اكس ان في انطاليا، كان في معنا السفير بيدرو من البيرو، كان كلمة قوية قالها، أنا الكلمات تؤثر بالنسبة لي وتغير حقيقة من مجرى حياتي وطريقة تفكيري. فقال كلمة، قال إذا أردت أن تنجح في هذه الصناعة فعليك أن تحفظ القصص. وكمل حديثه فصفنت فيها كثير أنا، ليش قال عليك أن تحفظ القصص؟ شو السبب؟ قصص شو يعني مثلا؟ أحفظ ليلى والزئد؟ شو شباب؟ شو أحفظ؟ قصص الناجحين. عرفتوا؟ لانه انت فعليا رح تستنسخ الرؤيه بالقائد الجديد، هو مميز بس لكن لا يعلم انه هي الصناعه كبيره، هو لا يعلم احصائيه. يعني انا لما بدي استنسخ بشخص جديد مميز معي، انا يجب اني استنسخ فيه افكار فعلا كبيره هو لا يكاد يجمعها بسنوات، انا بجمع له اياها بخمس دقائق. لما بقول له شركتنا يا اخي الغالي وصلت الان باحصائيه عالميه الى 15 مليون عضو حول العالم، وصلت لترتيب 15، والله عملت اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لأن تغذي أطفال عالم الجياع بالسبيروينا، الشركة باصمة بصمة كبيرة حول الأرض. يا سيدي الشركة الآن موجودة، عندها تراخيص حلال، عندها وقصص الناجحين وقصص الملهمين بهي الشركة وقصص اللي سبقونا للنجاح، هذا كلياته يعزز الثقة ويوضح الرؤية عند الشخص الجديد. تمام؟ فإذا بدأنا بيوميا اللي احنا يوميا يوميا دون توقف بعرض الفكرة، ان كان الموضوع نهج ممنهج وليس بناء على مشاعري انا اليوم جعبالي ولا مو جعبالي، الموضوع هو نهج عمل. يا شباب كلياتكم انتم بتطلعوا بتجيبوا يعني رزقة بيتكم مثل ما بيقولوا بالعام، بتطلعوا بتسترزقوا، بتطلعوا بتتوظفوا، بتطلعوا بتشتغلوا، هل يا ترى الموضوع اختياري؟ انا هيك بدي اسالكم اسئله، جاوبوا انفسكم انتم لو ما جاوبتوني هلا، جاوبوا انفسكم. هل انت اختياري تطلع تجيب مصاري لبيتك؟ هل انت اختياري تطلع تجيب يعني قوت يومك؟ هل اختياري؟ لا مو اختياري. تمام، بدنا الاحلام مع الدي اكس ام ما لا اختياريه، انا خلص اخذت قرار بدي انجح، يعني بدي انجح منتهيين. انت اختي اخذت قرار بدك تنجح، يعني بدك تنجحي، ما في مجال ابدا، ما في لا تفكير ولا في عوده، خلص انتهى. تمام، هذا قرار اسمه قرار النجاح، هذا القرار ببعد سنوات رح يغير فعلا كل ان شاء الله تعالى الواقع للافضل بمعونه الله ومشيئته. دائما قولوا ان شاء الله، دائما قولوا ان شاء الله، احنا هنعمل كل الاسباب. تمام، فنبدا يوميا بعرض المشروع. مع عرض المشروع اليومي سوف يصبح لديك مهاره كبيره بانك تعرض المشروع. تمام، سوف يصبح لديك مهارة بطرح المشروع، سوف تصبح فنان ومبدع بطرح المشروع، لحتى تستطيع اقناع اي شخص بفضل من الله عز وجل. وصلت لمرحلة فضل الله سبحانه وتعالى، مين بيتحداني يجيب لي اي شخص معه اقنع له اياه بالدي اكس ان؟ شو اي شخص بتكون يا بقنع لك يا بالدي اكس ان وبخليه يشعل من جواته لانه فعلا يشتغل مع هذا المشروع. بتعرفوا ليش؟ لاني مارست كثير، بس ما حقلكم اكثر من هيك، لاني مارست كثير، عرضت الفكره على يعني الاف. تمام، فصرت اعرف اساسا شو اللي بتحبه الناس، كيف الناس بتحب حقيقه، كيف شو شوفوا انا من كم يوم اخشى انه هي السيده تكون معنا هلا لانه استقطبتها وهي بتتابعني، ما بعرف. ولكن اذا كانت معنا بوجه لها اكبر تحيه. من كم يوم في سيده استقطبتها حديثا للدي اكس ان. تمام، هي جارة لألي، امرأة حقيقة يعني درستها تقريبا، درست طريقة تفكيرها قبل أن أطرح عليها المشروع شهر شهر. هلا لاحظوا إذا داخل الجديد على الدي اكس انك تقعد تدرس شخص شهر لتعرض المشروع أول مرة، أصحك تعمل إيه؟ عشان ما تروح أنت إذا داخل الجديد على الدي اكس ان وجاي تستقطب، تروح والله قال استاذ نادر انا درست هذا الشخص شهر، رايح ادرس واحد شهر واحكي معه، لا هي بالذات درستها شهر وانا كلمة عم بستقطب غيرها مشان تكون بالصوره يعني. تمام،
بس هي بالذات درستها شهر قبل ما اطرح عليها المشروع. انا بعرف الاشياء اللي بتدور بالعقول. تعرفوا ليش درست شهر؟ لأنه أنا وجدت فيها مزايا فعلاً استثنائية، ولكن بدي أفهمها أكثر. ولما فهمت أكثر لقيت شوفوا المزايا الموجودة عنده. طبعاً يا ربي الله يجعلها يا ربي من الناجحين. شوفوا المزايا الموجودة عنده. أول شيء هي حدا طاقة كتير 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 طاقة كتير، مدربة رياضة، لاحظوا بتدرب رياضة تمام، طاقة كتير، عنده إيمان بالنظام الصحي، عندها إيمان بالنظام الصحي، بتحب تكون هي بالحياة الصحية، فبتلاقيها بالملعب. قالت لي أنا وين ما بتضيعني بتلاقيني بالملعب تمام. طبعا هي امرأة كبيرة يعني من عمر أظن والدتي، الله يخلي لكم يا ربي أمهاتكم، ولكن هي مدربة رياضة بالأساس، وأيضا مدرسة يعني مدرسة في الجامعات لفترات طويلة، فلديها وقفة طويلة أمام الطلاب تمام. فانا هلا شو شوفوا انتم، لاحظوا ركزوا، انا شو قلت؟ عندها همه وطاقه موجوده، طموحها ايه، عرفت طموحها ايه، طب عندها حب للنظام الصحي ايه، مدربه ومدرسه، الله اكبر. بس صفي انه نحن نمسك فكره الدي اكس ان شو نعمل؟ نشرحها صح لحتكون لها خلص هذا نظام صحي، في تدريب في نشاط في هي هيك بتحب. فاللهم ربي لك الحمد، تركت الموضوع يمشي، اعطيتها هديتها هديه سبيرولينا من عندي، قلت لها جربيها، بعد ما اجتمعت فيها سبحان الله من كم يوم، فقلت لها انا في مشروع لك، حاب اقعد معاكي وبدي اهديكي هالمشروع هديه والله، لاني فعلا اعجبت بكل نشاطك تمام. ام والله وافقت، جلست معي يا جماعه، فضل الله سبحانه وتعالى، ما لا يتسع الوقت اعيد الطريقه اللي انا حكيت فيها، ولكن فضل الله سبحانه وتعالى انتهيت اللقاء معها، كانت حقيقه متحمسه جدا جدا. قالت لي استاذ نادر بعت لي، بدي تبعت لي هلا اشياء اقعد اسهر عليها واكتب على الورق افهم اكثر هذا المشروع، عرفت؟ الان منين جبنا هي المهاره؟ الممارسه تمام. الممارسه شو عملت معي؟ صرت افهم الاخر، المزايا اللي موجوده عند الاخر شو احتياجها بالنسبه للدي اكس ان، شو عنده احتياج، صرت افهم احتياجاته، اليس كذلك؟ فهماني عايش عم بحكي. طيب فاذا نرجع على النقطه، الممارسه يوميا في الاستقطاب ومتابعه الفريق الفعال وليس الصوره الجروبات. يا جماعه نحن عاملينها، انتم كلياتكم شايفيني على الجروبات، شو هو نشاطي على الجروبات؟ انا مين شايف نشاط؟ شو هو يعني؟ برسلكم بوست مثلا، برسلكم انا، احنا بس من باب انه نضل مع بعضنا يعني، مشان اذا بدي انشر مثلا فعاليه، انشر اعلان مثلا، ان يعني شيء جديد، بس مو هو، لا هو التدريب ولا هو المتابعه تمام. انت بتدرب قائد الخط اللي موجود عندك، قائد الخط المميز، وهو بيدرب ايضا قائد الخط اللي عنده، وهكذا. هي هي الصناعه، انت بتدرب شخص وبيدرب مليون، شلون بيدرب مليون؟ درب مليون ايضا بنفس الاسلوب. لكن ليش تسويق متعدد المستويات؟ تسويق عميق جدا، كل ما انا يوميا بكتشف فيه اكتشاف جديد، يعني 4 سنوات الان، الى الان والله 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 الى الان اكتشف. شيء عميق جدا. بس في مايك مفتوح من فضلكم نور بيك، اذا استاذ عمير بحييك، بس المايك من عندك اذا تتفضل تحكي تفضل، احنا بنسمعك سيدي، اما اذا بالغلط من فضلك سكر، الله يبارك فيك. فحياكم الله كل من انضم معنا، طبعا بدي رحب بكل شركائي اللي انضموا معنا ايضا كمان على اليوتيوب، حييكم جميعا، الله يبارك بالجميع، ان شاء الله يكون اليوم التدريب حلو، الله يبارك بالجميع اللي عم نوصله للعالم. شوف التعليق هذا الرائع، بصراحه الخير اللي عم نوصله للعالم بكفي هذا من منظور يعني مهم. نعم صحيح، لكان خلق الانسان استنساخ طبعا هو نعم، الله يبارك بالجميع، ان شاء الله اليوتيوب تمام عندكم، اكدونا كمان جوده الصوت والصوره عندكم، كل شيء تمام. بس رجع التليفون لورا حتى تطلع صورتك بشكل افضل. هذا هو، ما غيرت ارنت التليفون هيك مو واضحه؟ لا طالع نص راسك بس. لا طالع عندك بس، اما طالع كامل، روح شوفه على اليوتيوب كامل. تمام اوكي. لا كامل هي كمان، ها ابشر. هي خلينا نشوف هالوجه الصورة، لأنه يعني الصورة المصغرة عم تشوفه هي. تمام ما عندي إشراف وعم بطلع على العالم يعني إجباري كويس يعني. ولا يهمه. طيب التدريب الفعال، متابعة الفعال. طب هلأ في عندي هون ملاحظة مهمة لحضراتكم جميعا. طيب يا سادة يا كرام، بدك تقلي أنا منين بدي أجيب كل هالمعلومات هي؟ شلون بتتابع وشلون بدي درب؟ والله مين بده يسألنا هيك سؤال؟
شو بدي تابع شو بدك؟ انا مثلك يا استاذ نادر، انا مثل فلان، انا مثل فلان، يعني منطقيا مو هيك؟ في ناس هيك بتحاكيني وقت تراسلني بيقول لي والله يا اخي انا مالي مثلك، عرفت شلون؟ مفكرني انا لما ولدت من بطن امي اجى معي كتاب التسويق المتعدد المستويات. يعني شو جاي معي كتالوج انا؟ عرفت شلون؟ والله يعني يا جماعه، فالفكره شو؟ الفكره انك يجب ان تتعلم ما قاله الخبراء. ارجوكم ركزوا لي على هذا المصطلح، كثير حاذكره امامكم يعني مستقبلا، نحن ذكرناه بس كثير بدي اعمله عنوان بصراحه عريض. قل ما قاله الخبراء ولا تقل ما شو ما قاله انت، لانه انت لسه ما عندك انجاز. هذا الحكي موجه لمين؟ للي بادئها بالمناسبة، واللي ما شاء الله يعني تقدم أيضا بحتاج ما قاله الخبراء، عندك صار خبرة بسيطة ولكن لا تكفي. أنا بقول لك الخبير الحقيقي بهي الصناعة هو فعلا اللي وصل لمرحلة السفير الملكي، وخاصة بشركتنا للأمانة. فنحن كلياتنا نتزود من السفراء، نحن كلياتنا نتزود لأنه في رحلة حقيقية، يعني تأهل 20 ماسي أنت بطل بصراحة، هي بطولة يعني. فقل ما قاله الخبراء ولا تقل، يعني انا امامي بتصير ايام الشباب بيحبوا يجتهدوا، يعني بكون قاعد انا والشباب فبيجتهدوا الشباب، فبيكون واحد عم يقول والله انا عم بواجه صعوبه بناء الفريق، بنط واحد بيقول لا انت يعني مو هيك لازم تعمل، لازم تعمل هيك، اذا قاعد عم يحاكي منين؟ بتعرفوا نحن شعبنا كله مثلا اطباء كله بيوصف، بتقول له راسي عم يجعني كله بيوصف لك، صح ولا لا؟ فنحن بنحب نوصف، فهو قاعد يوصف، فانا بطلع هيك لا مو صح، عرفتوا؟ ليش؟ لانه عم يقول هو من يعني شيء عم يشعر فيه، والله هيك بصير، يمكن ما بصير. ما قاله الخبراء اللي بتختصر على نفسك، في قاعده بتقول ابدا من حيث انتهى الناجحون، بس خلص نقطه اخر سطر. تكوين الفريق شو 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 اضبط اسلوب له، شو افضل اسلوب له، هذا اللي بيصير الان. على فكره بالمناسبه القواعد كلها يعني انحطت من زمان، قواعد تسويق شبكي منهم يعني رواد الصناعه مثل رانجي جيج، ولا كان الايرو كوري، ولا اسماء كثيره، ساره شو كان اسمها، روبورت، ولا والله نسيت اسمها، ساره مشهوره كمان عالميه، وايضا من الوطن العربي يعني مسوقين حطوا القواعد للتسويق. اللي تطور الان شو هو طريقه التسويق، السوشيال ميديا مثلا، هذا اضافه اسمها هي اداه يعني، تمام. ولكن التسويق هذا خلص وضعت اساساته، الاكاديميات تبعه حطت اساساته، انت فعلا تستطيع من خلال اشخاص معدودين جادين معك انك تشكل انت وياهم اجمل فريق على وجه الارض، اجمل فريق. 10 اشخاص جادين بالعام الاول، 10 يكفوا جادين، بتشكل معهم افضل فريق على وجه الارض هي، تمام، وبيعملوا ما شاء الله يعني انجازات كبيره. ف 11 ل 5 ما شاء الله حولكم. طب بدي خليكم كمان وقت للاسئله، تمام يا سيدات يا ساده، انا ما بيطول عليكم كثير، ان شاء الله اجتماعاتنا الكثيرة جايه. بدي اذكر حضراتكم كمان يوم الاحد يا ساده يا كرام ان شاء الله بمركز دي اكس ان اسنيور، حنكون مع بعض بدردشه مفتوحه انا وياكم وابو وليد حمو اللي كلياتكم ما شاء الله بتحبوه، تمام. حنكون نور تعال، كلياتكم تعالوا يا جماعه، تمام، على دي اكس ان اسنيور. مين معنا باسطنبول موجود هلا هون؟ مين معنا من الشباب؟ سوري بالله بالشاب، استاذ محمود عطيه بحييك، العرض مع التشويق، نعم تحياتي، الله يبارك فيك استاذ محمود، نعم الاستاذ عبد الله القادم. السجاي اللي بينظر لمسافة متر وبيمشي راح يتفركش وينزل بأول حفرة، نعم. الأستاذ سجا بحييكي، مزبوط، شوفي شو قالت الأستاذ سجا، اللي بينظر لمسافة متر وبيمشي راح يتفركش وينزل بأول حفرة بدون ما يعرف الطريق. لازم العضو يكون عنده نظرة مستقبلية وإثبات كبير إنه هالطريق مشيوا قبلنا ناس كثير، نعم أستاذي والله الله يجزيك الخير أختنا الغالي. السلام عليكم ورحمة الله، وصل بدأ استلام رواتب هذا الأمر عليهم أهيا، نحن لما نشتري أي عرض من الشركة بنكون حالمين. لا هون الساعة 10:38 متأخر كثير لترجع لموضوع اللي حكينا فيه بالبداية. أخي ماريت حمدة الاسم ما كثير صح مكتوب، يمكن على كل الأحوال برجع له هلا، برجع. ابشر ابشر لعيونك ان شاء الله، موضوع ال 100 مقالات كثير من الناس وصلت، نحن نمشي على الخطوات، نعم صديق صدقتم والله صدقتم. طيب يا ابو عمر الغالي، ايه لك لك، انا عم نستناك يا غالي، الله يبارك فيك يا غالي. يا جماعه كل مين من اسطنبول يجي، تمام ان شاء الله الحق. طيب بدي اخذ من حضراتكم في شيء يعني اسئله على موضوع البناء. انا اعطيت اليوم، ما اعطيت بعتبر تدريب كامل ببناء الفريق، ولكن اعطيتكم الاساسيات
يوميا يا جماعة الخير، بشكل يومي أعرض المشروع، بشكل يومي تابع ودرب، بشكل يومي اعمل بحب، اعملوا بإخلاص يا جماعة. هذا المشروع صدقا وأمانة إذا ما حبيته من جواتكم ما حيعطيكم، صدقا وأمانة. يعني ما بعرف، يمكن الواحد دائما بيقولوا إنه شهادته بنفسه مجروحة، أنا شهادتي بنفسي مجروحة، بس لكن صدقا وأمانة إني بحب عملي وبحب الشركة وبحب منتجها وبحب السيستم تبعها، وفعلا أنا جدا جدا سعيد يوميا بمزاولة العمل مع الشركة حقيقة. يعني شفنا الخير الكبير الحمد لله رب العالمين مع الشركة، وبتمنى فعلا بتمنى من الله عز وجل إنه كل جاد وجادة يشوفوا الخير اللي شفناه احنا من هي الشركة، بتمنى فعلا، وبشوفوه بالعمل ترى، لأنه في تكافؤ فرص بالشركة. يعني نحن الآن وقت بنحكي عن مبدأ وظيفي تمام، ممكن ما يكون في تكافؤ، يعني ممكن مثلا بشركات فيها توظيف ممكن فلان رئيس قسم يقول لك والله بتمنى تصير انت رئيس قسم، بس يضل هو لحتى يعني بضل قاعد على الكرسي 40 سنة، هذا انت ما حتصير بعمرك رئيس قسم، عرفت ايش؟ بس بينما انك انت فعلا بهذا العمل في تكافؤ فرص، باللحظة اللي بيوصل فيها وكيل نجم فلان انت فيك توصل وكيل نجم، باللحظة اللي بيوصل فيها فلان ياقوتي انت فيك توصل ياقوتي، باللحظة اللي بيوصل فيها فلان الى الماسية فيك انت توصل الى الماسية، وهكذا في تكافؤ فرص للجميع يا سادة. أبو عليكم عمران، في السلام. مداخلة إيجابية بس. اتفضل. الجميع لدي إكس إن، ولكن دي إكس إن ليست للجميع. نعم، وهذا اختيارات وهذا اختيارات، سبحان الله، هذا اختيارات كل يعني شخص. اليوم بس هاي المداخلة اللي بدي أحكي فيها، أنت انظر لنفسك إذا بتحسن تعرض الفكرة من الناحية من جميع النواحي وبقوتها وبالعمق تبعها، اعرف نفسك أنت وصلت إلى القمة. الله يجزيك الخير يا رب. بدي رحب بالمتألق الأستاذ أحمد دوبة كمان، إذا عندك إمكانية افتح المايك عندك يا غالي. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. وعليكم السلام والإكرام، يا هلا بشريكي المميز، كيف حالك يا شريك؟ حياتي أستاذ نادر، الله يسعدك. والله الحمد لله رب العالمين، نشكر الله. كيفكم وكيفك أستاذ محمد نور؟ يا هلا يا هلا كيف الهمم والله يا شركاء النجاح؟ كله تمام. شفت المايك الجديد تبعي حلو؟ مبروك الله إن شاء يبارك الله، لك في مبروك. أهلين بالأستاذ أحمد، نورت. ربي يسعدك ويحفظك يا غالي. شلون الهمة وشلون العزائم مستر أحمد؟ والله رب لك الحمد، بفضل من الله وما شاء الله انجازات الحمد لله رب العالمين. عندي هداك شهر ساعة 2 وكلا نجوم، رب لك الحمد. ما شاء الله ما شاء الله. طيب أستاذ أحمد، أنا كنت عم بحكي قبل شوي، كأنه لاحظت أنت هلأ فتت ولا أنت هلأ كتبت؟ والله من قبل ما اكتب ضايع فتت. حلو رائع. طب بدي أسأل سؤال، أنا شايف يعني شايف فيك حدا حقيقة ما شاء الله يعني تميزت واقتربت. هلا أنت بظن حسب ما شفت على السيستم بدك وكيل نجم واحد بتصير ماسي صح؟ بإذن الله تعالى. طيب هو كان نحن أساسا تدريبنا اليوم كلياته حول بناء الفريق تمام؟ أنت بالنسبة لك شو هي الهمة اللي بنيت فيها فريقك، وشو النظرة اللي كنت شايفها حتى صار عندك الهمة تبني فريقك؟ بركي تقدم نصائح للأخوة الموجودين معنا كلياتهم. الله يبارك فيك أستاذ نادر، تحياتي لجميع الشركاء. ربي أول شيء يبارك. اسمح لي بدي أحكي، أنا بدي أحكي كلام بعدين بجاوبك على السؤال تمام؟ تمام. والله إخواني الأكارم، يعني أنا بالنسبة لي عند دخلت وانضميت لهذا المشروع تمام، كنت افكر شلون بدي افعل ال100 نقطه الشهريه، اما في الاستهلاك او التسويق وبعد العمل. ايش اقول، متى بدي اوصل وكيل النجم؟ ايمتى رح اوصل؟ ايمتى رح اصير وكيل نجم ستار ايجنت؟ والله يا اخوان، مع الاستمرار ولله الحمد والبحث والتنقيب عن امثالكم من الناجحين، وصلنا وبفضل من الله ولله الحمد. وبعدها شو صرت افكر، شو بدي الياقوتيه، بدي اصنع نجوم بفريقي وارتقي في هاي الشركه مشان احصل على رتبه النجم الياقوتي، ولله الحمد وصلت بفضل الله تعالى. واليوم عندي 5 خطوط مباشرين
وكلاء نجوم، ربي لك الحمد. وعندي أكثر من 12 وكيل نجم بفريقي بفضل الله تعالى. بس ولكن يا أخوان والله هي بداية البداية. الله يبارك فيك أستاذ نادر، والله هي بداية البداية، وبدنا الماسية وراح نصل للماسية بعون الله وتوفيقه، ومن يستمر يصل. وبعد الماسية نطالب بالسفارة الملكية يا أستاذ نادر يا أبا عمران. والله يا أخوان هي مسألة السفارة الملكية بإذن الله. السفارة الملكية هي أساسا يعني خليني أقول أنا تحصيل لكل مجتهد حقيقة، يعني اجتهاد صحيح إذا في سفارة ملكية، واتكاء على الله عز وجل بالبداية بصراحة قبل كل شيء. صحيح، أحسن أحسن أخي أحمد، طالب السفارة الملكية أنت عن جد بإذن الله تعالى. سؤال، طب اسمح لي معناتها أقول لك هالسر على قولة أستاذ نعيم حماد، بيقول لك جنب الناس بيقول لك أنا بدي أقول لكم سر بيني وبينكم. شوف خليني أقول لكم عن جد هالسر. أنا جلست وقت اللي نزل الأستاذ لؤي محمد جلست مع منه تقريبا ساعتين، يعني والله الله سبحانه وتعالى أنعم علي بهالساعتين. ليش؟ لأنه الرجل عنده إنجاز ما شاء الله تمام، وبصراحة وصل بجهده، وصل بطريقته الاستثنائية تمام، فحبيت أني أخذ منه، فهمتوا علي، أخذ منه بعض الأفكار. يعني تعرفوا شو الأشياء اللي وصاني فيها؟ والله يا جماعة الخير هاي اللي أحكي لكم، ما بقولكم خليه سر، هذا هي على سيرة انه في مين فعلا طالب السفارة، اطلبوها من الله اولا يا جماعة الخير. حرفيا الخمسة صلوات بالمسجد، هذا اول شيء. للنساء انتوا بالنسبة لكم صلوهم ببيوتكم ان شاء الله والتزموا فيهم، ولكن حقيقة يعني هذا توصية والله، الله يجزي الخير، وانا حنقلها ان شاء الله تعالى حتى تكون بميزانه وميزاني وميزان كل من تنقلوها. الخمسة أوقات بالمسجد، بداية من المشي لصلاة الفجر ونهاية بصلاة العشاء. رقم اثنين اللي يعني نحن ليش هدول بالذات مهمين؟ لأنه سبحان الله أنتوا عم تاخذوا الآن مثل ما اتفقنا قبل شوي، ماذا قال الخبراء، وعم تاخذوا الآن ماذا قال الناجحون، يعني ابدأ من حيث انتهى الناجحون. طيب رقم اثنين هي توصياته، هلا حقلكم توصياته إلي طبعا. التوصية الثانية كانت شو؟ والله لازم تحب الخير للجميع، حب مطلق، حتى للي أساء لك حب له الخير. طب أنا بحثت بيني وبين نفسي لأني بسمع الكلام بحلله إنه ليش لهالدرجة يعني؟ إيه حب الخير للجميع بده يكون لدرجة كتير يعني الليفل تبعها عالي. ليش؟ لأنه أنت فعلياً عملك بهي الصناعة ونجاحك يعتمد على العمل الجماعي، والعمل الجماعي في تحديات وفي أنماط، بفريقك في أنماط وشخصيات، وهذا حد وهذا بيزعل وهذا ما بعرف شو، عرفتوا؟ فأنت وقت بتكون محب رح تحسن تتجاوز عنهم كلياته، وقت بتكون فعلا بتحب الخير. وقت بتكون إنسان غير محب حقيقة وفقط يعني متوجه لصالحك الشخصي ولحبك يعني نجاحك الشخصي، لن تستطيع أن تصبر على هي التقلبات في الفريق. عرفتوا؟ بشر سبحان الله. هذا تاني توصية، أطلت عليك أبو حميد رح أرجع أسمع منك. هي تاني توصية. ثالث توصية شو برأيكم؟ التعلم المستمر، يعني يجب أن تبقى تلميذ قوية، ترى قوية، أنا بحايكم كلام قوي وعميق، يجب أن تبقى تلميذ. بس قلت أنا خلصت وأنا صرت أستاذ، إذا أنت وين رايح؟ رايح لل يعني هذا الانحدار بقى هنا، ما حدا بيخلص ولا حدا بصير أستاذ، الكل يتعلم. فتخيلوا يعني الرجل متواضع، يعني كنت عم بحكي أنا أمر عم قلت له لا هذا خلص يعني معروف، قال لا اللي بركي تعلمت شيء جديد. عرفتوا؟ يعني سفير صدقا أمانة عن هذا الكلام حرفيا، كنت عم بحكي أمر، فبتعرفوا يعني أنتوا لما تحكوا أنا قاعد أحكي لكم فصل،
لما عم بحكي امر امامه قلت له والله انا بعمل كذا وبرأت على شيء انا بعمله خطه خاصه فيني، قال لا 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 كملها كملها. قلت له يعني الواحد يحكي للناس اللي اساسا سابقته بمراحل مثلا شيء اساسا بديهي، لا قال لي كملها بدي اسمع بركي تعلمت شيء جديد. فيجب ان يتعلم باستمرار. تمام. اربعه، العطاء دون الانتظار. شو العطاء دون لا لحدا يستنى مقابل من حدا يا جماعة، لحدا حتى لحدا يعني أنا آسف إنه يشارط رب العالمين، ما في شرط لا على حدا ولا على رب العالمين، بس لحنا شلنا هذا الموضوع من بالنا منرتاح ومنأنجز. يعني الله سبحانه وتعالى قال لك الحسنة بعشرة صح ولا لا؟ بس قال لك إمتى بتكون بعشرة؟ ما بنعرف. تعمل الحسنة ممكن اليوم بعشرة عشرة أمثالها، ممكن بعد سنة، ممكن بعد سنتين، هو اللي هو سبحانه وتعالى هو اللي بيقرر إمتى بيعطينا. فلحنا اليوم عم نعمل، عم نحط الجهد من شرطه لحاجة لله عز وجل، إمتى بيرفعنا رتبة ما بنعرف، إمتى بيرقينا ما بنعرف، إمتى بيعطينا أكثر ما بنعرف، نحن علينا نعمل الأسباب كلها صح ولا لا؟ نفس الأمر طبعا مع العباد إنه نحن نعطي بدون انتظار مقابل، وخاصة لسه انتظار المقابل من رب العباد مضمون 100%، بس انتظار المقابل من العباد ما له مضمون. يعني في ناس كتير ممكن تعطيها وما ترد العطاء، هذا بمعنى شو؟ بمعنى ممكن تعطيها من وقتك من جهدك تتعب عليها وما ترد العطاء، انت بالنسبة لك رد العطاء طبعا هو شو؟ هو استمرارهم بالعمل وانجازهم ويفرحوك بفرقهم، اليس كذلك؟ ففعليا لا تنتظر، انت اعمل كل شيء، يعني اعطي فعلا من القلب واعمل كل شيء يجب ان ضمن مهامك وخلص كن مرتاح. لأن هذا مشروعنا يا جماعة الخير، هو مشروع فعلا بناء الإنسان، فعلا يبني الإنسان. فأنا بستغرب أيام من الناس اللي ما بتفهم مشروع بتهاجمه وبزعل عليها للأسف، قول والله العظيم دوني الله يهديهم بدعي لهم، لأن هذا المشروع يبني الإنسان. يعني كم من الأشخاص ما شاء الله موجودين معنا الآن أصبحوا قادة، ما شاء الله طوروا مهاراتهم، أصبحوا متحدثين، أصبحوا ما شاء الله مثقفين، أصبحوا ما شاء الله بمكانة مرموقة بالشركة بدخل مالي جميل، أصبح لهم مريدين، أصبحوا قدوة لكثير من الناس. طب هذا يعني الله سبحانه وتعالى أكيد ناظر إلينا وناظر لعملنا، فلذلك سبحان الله بعتبرها فعلا من أكبر مكافآت من الله عز وجل هي الدي اكس. انا ما في التغيير دعاء، كان الم عندي وقت الم الم، ادعي رب العالمين بألم والله على الثلث الاخير من الليل قبل صلاه الفجر اسبوعين، سبحان الله ارسلني على الدي اكس. فيعني هي اهم النصائح كانت حقيقه يا ساده يا كرام، فعلا يعني الشيء اللي ذكره حقيقه انا اخجل على فكره، اني لما يعني شخص يكون بمرحلة متقدمة ولديه علم، لما يقول لي مع العلم يعطيني نصيحة كون أنا ممكن عم بعملها على فكرة، بس بغجر اللي هو إيه أنا عم بعملها، عرفتوا؟ خلاص بصمت وبسمع وبتعلم، تمام؟ بغير لأنه هي عم بعملها وهي طيب إيه خلاص ما عاد في داعي ننصحك، صح ولا لا؟ ما عاد في داعي ننصحك، بيقول لك إيه خلاص الله يوفقك يا رب. فبنسمع النصح وفعلا يعني منضل تلاميذ، منضل نتعلم. ربي يبارك فيكم جميعا يا سادة يا كرام، أسأل الله أن يكون يا رب يكون نافع لحضراتكم جميعا، يا رب يكون نافع لحضراتكم جميعا. جماعة اليوتيوب اكتبوا لي بالتعليقات، شاركوني أيضا تجربتكم اليوم معنا، اليوم من أول لقاء لآخرة، حطوا لي كم استفدتوا، حطوا لي من المية، يلا من الأول للآخر اللقاء هذا كم استفدتوا بالمية يا سادة يا كرام للتطوير هاي، تمام؟ اكتبوا لنا على اليوتيوب كم بالمية استفدتوا بدون أي مجاملة، تمام؟ اكتبوا لنا اليوم اللقاء تبعنا كم كان مفيد. الله يبارك بالجميع، عم يعطونا لايكات وألوف. الله يبارك بالجميع، أستاذة نور 100%. طيب باشكا أو الأستاذ نور، سوري هلا أنا لأنه عم طلع نور، إيه لأنه اكتب محمد، سمي اسمك محمد نور مشان ما نخربك. طيب على الإيميل هيك كاتبه أنا يا أستاذ نادر على الإيميل هذا. هذا من الجيميل صح. شيماء الله يبارك فيكي، ما شاء الله كم 10,000 ولا قديش؟ 10,000 ما شاء الله، 10,000%، الله يزيكم الخير. حلو طيب مبروك الأستاذ، مبروك 100%. قالوا لي كمان كم استفدتوا اليوم من المعلومات اللي عطتكم إياها. في عندي كمان لأنه سؤال بدي أسأله لحضراتكم قبل ما نخلص اليوم إن شاء الله. أستاذ محمود كلامك ذهب الله يبارك فيك، أستاذ سجى 100%، شكرا.
كمان بدي اسالكم سؤال، كم رح تطبقوا هي المعلومات اللي انا اعطيكم اياها اليوم ان شاء الله، كم حتلتزموا فيها يا ساده يا كرام؟ خبروني بالله كم حتلتزموا فيها. هلا مشان ما نخربط بين السؤالين اكتبوا لي التزام 100%، مثلا التزام 1000% ان شاء الله، التزام 80%، هيك اكتبوا كلمه التزام لفرق بين السؤالين. ربي يسعدك اخ ابو عمران، مع انه ماني من فريقك بس بحب اتابعك، والله هذا شرف لي، تحياتي لك، الله ينصركم يفتح عليكم يا اخي من ما كنت تكون، المهم عم تستفاد. قيس الدنيا بارك الله فيك، الله يحييك يا غالي، تحياتي. الاستاذ سجا، لسه بدنا نصائح، حاضرين ان شاء الله، التزام 100% ما شاء الله. الاستاذ نور الحبيب اكيد التزام مليون، التزام 50%. حسان علي ساوينا 100%، الله يرضى عليك، التزم 100%، 100% التزم. على فكره طلع 100% يعني مو معناتها انه تلتزم كل وقتك، لا، بس اذا بتعمل ساعه كل يوم بس تكون 100% التزام بمعنى ما تتركها للساعه، عرفت شو القصد؟ هيك ما شاء الله. اتمنى انه كان اللقاء مسجل لنرسله للاعضاء الذين لم يقدروا على الدخول. نعم مسجل، على فكره الرابط هو نفسه تبع اليوتيوب نفسه ذاته انا هلا يعني تعادل المحاضره نفسها عليه ان شاء الله. قيس الدنيا ان شاء الله 100% غالب، الله يبارك الاستاذ غالب حياكم الله 100%، استاذ مبروك 100%، محمد الفقيه 99% التزام، ساوينا 100%، الله يخليك. استاذ لا انا ما بدي الالتزام بس تساوي 100%، اما التقييم خلوه فعلا نظامي، اكتبوا لي تقييمكم لمحاضرتي اليوم. استاذ حسان التزام 200%، رائع ما شاء الله. محمود عطيه التزام 100%، بحييك وبحيي اهلنا بمصر، شريكنا الرائع المميز. ايضا اخ ابو عمران بتمنى تجاوب الاخت، مرت على السؤال شو كان، هلا برجع بتذكره. على فكرة كأنه في معنا بعض الأخوة ما عم يشاركوا بالشات، ليكون ما عم تعرفوا وين الشات، هن غيرناهم من الزوم للجوجل ميت، دلوهم وين الشات، الشات بالشو اسمه، انتوا وين عم تشوفوا؟ جرد ما تضغطوا على ثلاث نقاط بيطلع عندكم الرسائل، هي المراسلات، تمام؟ اها صحيح، ضغطوا على ثلاث نقاط بالشمال الشاشة في عندكم الرسائل، مزبوط. التزام 100% ما شاء الله قيس، بحييك. سلمي صاحبي، سلمي سوري ما اعرف معي الاسم، ليش ايام في اسماء ما سعاد. سعاد وين؟ سعاد مو سعاد يا زلمة، وين سامد؟ سعاد اكتبوا لنا الاسم، اكتبوا لنا الاسم. ساجدة، لا سهبي، سهبي مكتوب، اكتبوا لنا الاسم صح والله. طيب التزام 100% بس والله هيك الاسم ساجدة، نشوف الله يجزيكم الخير، لا مو ساجدة يا غالي. طيب خلينا نشوف بس على اليوتيوب، ما شاء الله مساء النور، تحياتي. يا ريت استاذ تعطينا قصص بالاستقطاب، حاضر ان شاء الله. 90% الاستاذ محمد، ايضا بنت الشهباء 100%، نجمة الصباح التزام 100%، نجمة الصباح استفادت 70%، بس يمكن فتي متأخرة انت بصراحة، مو لانك كتبتي 70 بس لانك فتي متأخرة. تمام. كثير في صعوبات، حلو ان شاء الله 100% التزام، الله يبارك فيكم جميعا. بنت الشهباء باذن الله 100% التزام، رائع ممتاز، رائع ان شاء الله، حلو. ايضا كل مين معنا على اليوتيوب يشاركنا بهذا الرأي. استاذ نادر صح، ابو عمران من تونس حياكم الله، صاحب السالم من تونس، يا هلا يا هلا، تحياتنا. الاستاذ عفوا صاحبي ما هيك مزبوط، هاي صاحبي السيل من تونس، صاحبي، تمام، حياكم. الاسم غريب علينا لان بتعرف انت بتسموا غير اسامي، بس والله تحياتنا لك لاهلنا في تونس، الله يبارك بالجميع. والله ما ملحقين صوتياتك الرائعه وطرحك المدعوم بالتكنولوجيا، وربنا يجزيك خير على تعبك وجهدك، الله يخلي لي اياك ويديمك استاذ محمود، ونشوفك سفير ان شاء الله تعالى. استاذ عبد الله اخي ابو عمران، عم باخذ مقاطع الريلز تبعك، بنشر فكره العمل من كم يوم، اول مقطع لك نشرته، خذ يا حبيب القلب على حسابك، خذوا اللي بدكم اياه يا عمي، بس انجحوا انجحوا. طيب حياكم الله شركائنا، يا ربي نراكم جميعا سفراء. ابو عمر تاخرت، شريكي ابو عمر وينك يا ابو عمر؟ افتح المايك لشوف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوه عليكم السلام، وينك؟ حي الله استاذنا الحبيب، كيف حالك؟ من عنك لك هلا هلا ابو عمر الغالي، وينك يا غالي لهلا؟ الله يحفظك يا رب، والله دخلت متاخر، دخلت على الساعه 10:30 يعني،
والله طب كان شو اللي انت كنت مضطر، يعني كنت مضغوط جدا. مضغوط ايش عم تستقطب يعني؟ والله الشغلة عائلية يعني. خلاص اذا هيك شلون الاستقطاب والتدريب والمتابعة؟ والله الحمد لله، سأل الأستاذ محمد نور بخبره. طيب شو محمد نور خبرنا شو الترتيب؟ ليش ما الترتيبي، بتقول لي انت يا لا لا، هلا الترتيبي هاي نحن حبينا انه نفاجئك نحن بالانجازات بصراحة يعني. ابو عمر؟ بس انتوا ما خليتوها المفاجأة، خلاص حكيتوها. لا ما حكينا، لا ما حكينا، ايه لسه ما حكينا الانجازات يا ابو عمر. والله بعد استقطاب استاذنا ان شاء الله، هلا بدنا ان شاء الله عم بسوي خطة، انا استقطاب على التيك توك يعني، فتح بث على التيك توك، سأل الاستاذ محمد نور يعني يخبرك. حلو، مشان ما اسال خير لك استاذ محمد، اشكر لك اشكر لك اشكر انت لك تسجل بيننا يا حبيبي. شو؟ استاذ محمد نور ما بدي اخبرك. هلا انت اثنين خبرتوني ومشي الحال، بس الله يقويكم يا رب، يفتح عليكم ايوه فتوح العالم. والله والله انت صراحه يعني خلانا عندي سهرات على التيك توك، استاذنا من يعني الساعه سهرات 12 على التيك توك من الساعه للصبح. 12 الا ربع للساعه 6، افتح من 6 الصبح، ورحت انا طلعت للساعتين. ما شاء الله، للساعة 10 انا الصبح بس على ساحبها. فكرة هلا انتوا هدول تبعات الليل اللي بيسهروا بالليل عم تستقطبون، هدول بيضلوا بيسهروا بالليل، هذول بيحبوا الليل، ها بكره بدكم تقلبوا دوامكم تصيروا تشتغلوا معهم فريق ليلي، بس متابعة على فكرة وتدريب وكله بالليل، هدول ما بتلاقون غير بالليل. هلا انت ذكرت شيء عند صلاة الصبح، على فكرة في ناس دخلت معنا جادين فائت على صلاة الصبح، صحيح. بيفتحوا برنامج عن جد يعني، في منهم جادين. والله معك حق. شوف هاي سبحان الله، شوف من بركات الفئة صلاة الفجر لك. اي والله فالحمد لله رب العالمين، في ثلاث اربع خطوط انفتحت عندي، وراح يبلشوا من جديد يعني، منهم الجزائر، منهم فلسطين، منهم بتركيا، منهم بسوريا، اربع خطوط الحمد لله رب العالمين بسهره واحده. فخلينا نعيد الكره مثلا ألف مره، فقديش بيصير عندنا نحن؟ ان شاء الله بكره استاذ محمد نور، بكره جمعه ان شاء الله. الله يحفظك، الله يفتح عليكم. يدخل معنا الجداد بيشجعوا، ما في اي مشكله استاذنا، لانه كان من فريق صحه ومال، في جداد بده يدخل معنا بيعمل مشاركات ويتعلم طريقه الاستقطاب، ما في اي مشكله. هو عم هلا عم يشتغلوها يعني، عنا بالفريق حتى عم يشتغلوها، انه انتم بتعملوا لايف عرفت شلون، فوتوا كذا حدا مثلا 10 فوتوا احكوا المشروع يعني، احكوا بالدردشه بطريقه الدردشه مع بعضكم، تمام؟ بيكون بقى القاعدين اللي عم يتفرجوا بصيروا بيسالوكم شو القصه وشو هذا المشروع وشو كذا، هي من التقنيات اللي بتجي فيها تسويق غير مباشر، بتجي قويه جدا يعني، افضل انك تطلع هيك تقول للشخص على التيك توك تحكي له مشروع. فانتوا بتدردشوا جنب الحاضرين، بتكونوا مثلا اكثر من اربعه خمسه سته قاعدين تدردشوا، وهيك دردشه شو صار معك وشلون اشتغلت وشلون كذا، فالدردشه هي الناس هي عندها حب، عندها فضول، عندها حب الاستطلاع يعني، بحب يطلع على الشيء اللي عم يصير، فبيسالكم شو المشروع شو الشغل شو كذا. انتوا كل ما كنتوا اذكياء باداره الحوار والقصص بتصيروا حقيقة كثير ملفتين يعني، حتى الناس بتوقف كان تلك عشان نشوف المؤتمر اللي رحنا له مع الشركة، هذا اللي أخذ ما شاء الله الرتبة، وهذا اللي عرفتوا شو هاي الحوارات. نعم استاذنا، هذا إن شاء الله بدنا نعمل على هاي الخطة إن شاء الله، واللي بيحب يدخل معنا ما في أي مشكلة بنساعده، ما في عنده إنه جرأة بيطلع يفتح لايف لحاله، ما في أي مشكلة بنساعده يطلع معنا ونساعد ان شاء الله، والخير بيعم ان شاء الله. الله يفتح عليكم، بس في نصيحه لحضراتكم، دائما الاستقطاب انا ماني شايفه صعب، هو اسهل مرحله، انتوا استقطبتوا بس دائما يكون عندكم المراحل شو النكست، عرفت يعني المراحل بعد الاستقطاب تكون مدروسه، تمام شباب؟ يعني ايه ماشي، اجى لعندك بده المشروع، انت شو اذا اجاك 100 مع بعض جاهز 100 مع بعض، شو بدك تشرح لهم؟ بده يكون عندك اليه، تمام؟ شيء جاهز لهم تشرح لهم، ممكن تعمل معهم لقاء، تمام؟ يعني تعمل ميتنج معهم وتقعد تشرح لهم وتكون مجهز سلايدات. وبدي اوصي حضراتكم جميعا انه بعرف في مو الكل عندهم كمبيوترات ولابتوبات، بس انا بنصحكم اذا انتم حبيتوا تتقدموا لازم يكون في حاسب يعني لابتوب، تمام؟ رح يساعدكم كثير بصراحه، شايفين يعني اقل شيء مثلا بانك تساوي سلايدات يكونوا حلوين يعني عن طريق مثلا برنامج كانفا، تمام؟ تعمل سلايدات تقديمي كذا، اوكي. بس المهم الحديث وين؟ عملوا المراحل بالشكل الصحيح، بعد الاستقطاب اوكي جذبتوا الناس، بعد منا بدنا نحن
التعريف عن الشركه، التعريف لازم يكون هون هون بقى هون. استقطبتوه من التيك توك، انتم ما حتشرحوا له الشركه على التيك توك، مو وارده، هو بده يفوت لعندك بدك تشرح له الشركه، فهون بده يكون عندك انت المحتوى حلو، تمام، طريقتك بالشرح حلوه، بعد منها اخذ قرار هلا بدك تدربه، صار شريكك، تمام، المراحل لازم تكون صحيحه. واثناء ما واثناء ما عم نطرح الموضوع، انا بس بدي احكي لكم بدي احكي لكم شغله مشان بس على صعيد القدوه، يعني مو مشان افصح، مو مشان افصح، مشان اقول لكم انه انا فعلا لما يعني الله سبحانه وتعالى القران الكريم قال اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، حاشا لله عز وجل، فانا بقول لكم اعملوا شيء احترافي، وانت بتعرفوا شغال على الاحتراف في من زمان. لاحظوا انا اليوم يا جماعه انهيت ندوه تعريفيه مسجله، تمام، اليوم انهيتها، بتعرفوا كم ساعه عمل اكلت معي؟ اكثر من 4-5 ساعات يمكن اتوقع بهذا الشيء، واكثر 6 و10 يمكن. بس بدي اسال الاخوه كلياتهم شركائي اللي موجودين معي، شركائي كلياتكم شركاتي، اكتبوا لي كم ساعه عمل تتوقع؟ والله هي ندوه تعريفيه سجلتها وحضرتها وزبطت لها يعني بعض الاشياء هيك الاحترافيه، كم ساعه عمل كم تتوقعوا؟ بدي اشوف قديش احتمالياتكم، والله كم ساعه عمل انا بعرف ليش كتبت هذا الجواب، عم بقرا الشات. انا اللي ما عم يشارك معنا بالكتابه بدي ازعل منه، كلياتكم شاركوا معنا بالكتابه، كلياتكم، تمام، كلياتكم تفاعلوا معي، الشات موجود عندكم، والحارة السؤال بين ما تكتبوا لي، اكتبوا لي بدي اشوف قديش توقعاتكم عن العمل. يعني استاذ عبد الله، استاذي شو بتنصحني بالنشر على الفيس؟ ما عم يصير تفاعل كثير مع انه بدخل مجموعات وبلاحظ انه غيرت المنشورات، والله هي لحالها بدها محاضره فعلا، يعني بدون مبالغه، لانه في كثير نصائح ما فيني اعطيك اياها بسرعه، بس يعني ان شاء الله هلا بركي بمرق عليها سريعا، حوالي 3 ساعات 6 ساعات. لا والله كلياتكم درويش، ما في غير محمد نور اضحى علاويه 100 ساعه صدقا وامانه، اكثر من 120 ساعه عمل صدقا وأمانة. أنا اليوم أنهيتها، أنا صار لي عم بشتغل بالموضوع بعدي من أكثر من 3 أسابيع، أكثر من 3 أسابيع أكثر. أنا ال 120 ساعة ما استطعت أساسا أنفقهم بشكل متتالي، يعني بديت أنا بثلاث أسابيع بالمشروع هذا، بس ندوة فقط، ندوة تعريفية بديت بهذا المشروع أنا. في مايك مفتوح، تفضلي أستاذة. تمام، ففي بديت انا من 3 أسابيع تقريبا، وما استطعت اني اكون متتالي متسلسل مع الندوه، يعني صرت اشتغل فيها كل يومين 3 ساعتين 3 4 مره وصل 10، مجموع الساعات تقريبا 120، تقريبا 120 بدون مبالغه. اليوم انا خلصت يعني حتى عملت النهايه انا بالبيت، مو بالمكتب، خلصتها بالبيت، فاولادي وراي قلت لهم، قتلت هيك لعندهم الكرسي هيك، قلت لهم خلصت صفقوا لي، عم صاروا يصفقوا لي لانه اكلت معي شغل كثير. فالقصد وين؟ القصد انه لانه احنا بدنا نستفيد منه. الله يبارك لي فيك، ان شاء الله بعطيكم فكره عنهم. القصد وين؟ انه بدي احكي شيء كثير مهم، يمكن شيء بالشيء يسكر، وما بعرف سبحان الله تاخرنا، بس والله القعده معكم لا يمل منها. انه كل ما تعبت على عملك، كل ما انت فعلا تشعر بالمتعه، وكل ما أعطاك عملك أكثر، وكل ما تقدمت يعني ترفعت ليفل أو تقدمت يعني درجة سبحان الله، لأنه أنت عم تمارس هاي الساعات من العمل، لا تفكر أنه ما صار عندك طريقة تفكير لسه جديدة أكثر من اللي بديت فيها، ما صار عندك مهارة جديدة، صرت تكتشف أشياء جديدة، تأخذ نتائج أعلى، تمام؟ هلا أنا هون هذا السؤال سريعا يمكن بربطه بالشيء اللي أنا عم بقوله، أنه موضوع النشر على الفيسبوك، تمام؟ النشر على الفيسبوك يا جماعة الخير فعال، ما مو انه ما له فعال، بس بدي اعرف شو هو المنشور، تمام، يعني شو طريقة المنشور، طريقة المنشور مهمة، شو عملت فيديو هو مثلا، صورة مثلا، يعني في منشورات احنا ما بنطلع عليها، انتم ما بتطلعوا عليها صح ولا لا؟ ما عاد تهمكم لانه ما فيها شيء يلفت نظركم، اليوم نحن عصر الجذب، يعني انت المنشور ثانية واحدة، عينك فقط توقع عليه لحظة واحدة، غير ايام زمان،
اليوم لحظة واحدة دغري بتقلب عنه أو بتخليه، خلص صرت تتميز اللي منيح من اللي منيح. تمام، في عنا كأنه بس لحظات، خليني ألغي. آها تمام، المشاركة صارت هي. تمام، فالقصد أنه بدنا نحن المحتوى يكون فعلاً صحيح احترافي. منين بتساوي احترافي؟ بدنا نتعلم. انتم اليوم بحاجة امرين اثنين، حكينا نحن اليوم امور يعني بناء الفريق، العمل مع النتورك ماركتينج، لكن بحاجة ادوات للطبق النتورك ماركتينج. اليوم عصر السوشيال ميديا لازم تتعلم تصمم. اليوم في عندك الكانفا عم يعطيك كل شيء جاهز، بس تعلم عليه، ما تعلم تصمم. تتعلم تصمم على الفوتوشوب هذا بده دورات، بس كل شيء جاهز. بس تعلم انت الذوق، شلون تعمل هويه بصريه فعلا تليق ب يعني حضرتك كمدرب. تمام، شلون تعمل لنفسك شعار، لازم كلياتكم كقاده يكون لكم شعار، هذا مهم جدا. انا والله افكر بيني وبين نفسي اللي يعمل لقاء مع حضراتكم مظبط لكم شيء اسمه هويه بصريه، مو انا اظبط لكم اياها، بس اقعد معكم وفهمكم لازم كلياتكم لكم هويه بصريه. كلياتكم اسمك له ألوان ولازم ينكتب بطريقة حلوة. تمام، لازم كل صورة بتنشرها عليها اسمك أنت، مو اسم فلان وفلان وفلان. لازم أنت فعلا يكون عندك عدة صور رحت صورتهم باستديو. هاي مهنة يا جماعة، لك لحنا بيجي العيد منروح على الأسواق نشتري أواعي، ما بنعرف بلا مؤاخذة مشان مهنة مثل هاي فيها لحنا رواد أعمال، نروح ننزل نزلة خاصة على الأسواق حتى يعني نلبس شيء خاص بهي المهنة، ونروح لاستديو نتصور صور خاصة مشان أعمل أنا فعلا غلاف لنفسي للصفحة باسم مثلا. هلا حابين الكوتش، انا درجت الكوتش بدي اكس ان، تذكروه واكتبوه عندكم. تمام، كله كان يقول المدرب. فعملت لنفسك صفحة احترافية، حطيت صورتك كوتش مثلا، شوفوا معنا الاسماء محلاها، كوتش محمود عطية. تمام، طقم جميل ما شاء الله، صورة رائعة، صفحة اسم صفحة فعلا كلياتها من الصفر كوتش محمود عطية، من الصفر الى النهاية كلياتها كوتش، كلياتها هو اللي بصمته فيها. كوتش مثلا محمد نور، كوتش محمد اللافي، تمام، كوتش سجا، كوتش مأمون سالم، كوتش محمد الفقيه، كوتش محمد نصر الحسين، عبارة اسمائكم، كوتش عبد الله اعور، كوتش انوار الاسلام، تمام، كوتش شيماء، كوتش عبد الرزاق، كوتش رحاب، وهكذا. انت يجب انه يكون في عندك هويه بصريه، هويه بصريه، الناس تشوف الصفحه هي صفحه كوتش مدرب، انا فايت اتدرب مع كوتش. تمام، مالي بلا مؤاخذه جاي اسال عن يعني نظاره اشتريها، انا فايت بدي اثق فيك. صح شباب، فهمانيني سيدات، انا جاي اثق فيك، بدي اتدرب معك، انا شايفك عم تحكي عن مشروع، انت جاي تغير حياتي. تمام، بس انا ما شفتك غيرت حياتك لحتى اثق فيك تغير حياتي، هذا مهم. عرفت شو القصد؟ انا ما شفت، يعني انا عم بحكي هلا كحدا مثلا على السوشيال ميديا شفتك، يعني ما بعرف انا لا نتورك ولا غيره، انا شفتك على السوشيال ميديا وانت عم تقول بتغير حياتي، بس انا وقت تعرفت عليك ما لقيتك انت مغير حياتك لحتى تغير حياتي. هذا من اسرار اساسا النجاح في هي الصناعه. تمام، انه انت اليوم ما عندك متجر، ما عندك مكتب، ما عندك، هو انت شغلك اونلاين بمعظمه، اليس كذلك؟ شغلك اونلاين، فاذا يجب انك تكون، عرفتوا، يجب انك تكون امام الاخرين فعلا فعلا انه يعجب فيك، يعجب بطريقتك، يعجب بهندامك، بمنشوراتك، شايفك حدا محترف. هذا بده تعب، نعم، بس التعب هذا بيوصلك ولا ما بيوصلك؟ بيوصلك، يعني في شيء كثير عم نحلم فيه نوصله، ليش لحتى ما نتعب عليه؟ عرفت شو القصد؟ ففي كثير اسئله كنت تسالوها لانفسكم على فكره، بدي اقول لكم شيء كنت تنجح واسال نفسك كثير، قول ليش هذا فلان اللي يراسلني، شو السبب؟ متى ما سالت نفسك بتعرف انه ما حتلاقي جواب. حتقول فعلا ليش لا يراسلني، المنطقيه بالتفكير هي اللي بتوصلك للنتائج، ولا ليش لا يراسلني. تمام، طيب، فاذا يا ساده يا كرام، يعني تأخرنا كثير عليكم اليوم ما شاء الله، ولكن والله مستمتع جدا 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 معك، ما بدي طول اكثر من هيك. ابو عمران الغالي، نطلب من حضرتك انه تبع الاشعارات وتبع التصوير الشخصيه لوين الواحد بيوصل، نعمل محاضره بهذا الشيء للفريق اذا تكرمت علينا، يعني فضلا وليس امرا، يعني تم مغادرة الأستاذ نادر، غادر، فصل.
خلص الشحن بالجوال. بنستأذن منكم إن شاء الله، بنشوفكم بلقاءات أخرى. خلينا ننهي أستاذ محمد اللافي، إن شاء الله اللقاءات الثانية مستمرين معكم. القائد الفريق الأستاذ نادر عثمان موجود معنا، وإن شاء الله بلقاءات ثانية رح نتابع هاي الأمور. حياكم الله وتصبحون على ألف ألف خير. على خير، تصبحون على ألف خير.